يلا. ازيك يا عم شريف؟ ازيك يا احمد، اخبارك؟ كل سنه طيب. حبيبي الله يخليك. طبعا احنا كنا عملنا البوست على الجروب بتاع عرب ام بي، بنقول للناس اللي عنده سؤال في الحريق يتفضل يحطه وهنجاوبه ان شاء الله في فيديو مع باشمهندس شريف. تعرف نفسك يا شريف ولا اقول انا؟ لا هو كفاية شريف بس كده، طيب هو هو كفاية شريف أحسن حاجة. هو شريف عزب، فاوندر اوف ميد ماستر تريننج سنتر وسينيور ميكانيكال في ايجيك، والراجل تقريبا من اوائل الناس اللي اخذت سي اف بي اس، مظبوط كده؟ الحمد لله، الحمد لله. تمام كده. وكان عمل فيديو قبل كده، مش عارف التسجيل بتاعه موجود ولا لا، ازاي تاخد السي اف بي اس، موجود على اليوتيوب. موجود على اليوتيوب، ممكن نبقى نحط اللينك بتاعه في البوست هو مش بتاعه. ازاي تاخد، يعني هو يعني ايه سي اف بي اس؟ يعني ايه سي اف بي اس؟ ما اللي هيفهم يعني ايه سي اف بي اس هيعرف ياخدها ان شاء الله. جالنا كتير قوي اسئله على البوست اللي حطيناه على عرب ام بي، منها اسئله متكرره تقريبا بتنزل كل يوم، وفي اسئله محترمه، وهي كلها اسئله محترمه، يعني انا اقصد اسئله محترمه اللي هي اسئله ايه، فيها برين ستورم وفيها حاجه فيها شغل يعني، وفي الاسئله المتداوله العاديه. فالمهندس شريف مشكورا عمل برزنتيشن وقسمنا الاسئله في تو جروب. الجروب الاولاني يتعلق بالرشاشات، تركيب وتوزيع وما يتعلق بالشبكه، والجروب الاسئله الثاني اللي ليه علاقه بالحسابات. فالفيديو الاولاني اللي هنعمله النهارده ان شاء الله هيكون ليه علاقه بتوزيع الشبكه، رشاشات وسايزنج وباب سكيدول والشغل الجميل ده، مظبوط كده يا عم شريف؟ ان شاء الله. مش يعني الجزء الاولاني يبقى عن السبرينكلر انستليشن، مش كل الاسئله اللي ليها علاقه بالسبرينكلر انستليشن، بس الاسئله الكويسه اللي الناس سالتها، يعني طيب اللي هي تعتبر اسئله متكرره كتير جدا. طيب تمام. السؤال الأول اللي كان بيقول يا عم هو شريف، برضه احنا عايزين نقول حاجه في الاول معلش عشان الناس ما تفهمش حاجه غلط، يعني لو في سؤال ما ظهرش فده معناه ان انا ما فهمتوش اصلا. انا في اسئله ما فهمتهاش بصراحه، او محتاج تتواصل مع الشخص اللي سالها عشان يكمل لك بقيه الداتا، او عشان تقدر تجاوب صح، او عشان ما يبقاش مجرد سؤال جنرال وتقول اجابه تتحسب عليك وهي اصلا غلط. في دي اسئله برضو الواحد هو ممكن مسؤول عنها. اللي كان نزل سؤال ومش هيلاقيه هنا يكومنت على البوست اللي هينزل في الفيديو، نبقى نرد عليه كتابة بقى بعد كده ان شاء الله. ان شاء الله. اتفضل يا باشا. طيب بسم الله الرحمن الرحيم، ربي اشرح لي صدري بس اللي امر احنا كنا بلساني في كوكب. انا بصراحه مش عارف انت اخترتني ليه بالذات، يعني كان المفروض انت تتحط في المكان ده اصلا مكاني، بعد اسالك انا مش بحب اطلع ولا الكلام ده خالص. نسيت اهم حاجه، نسيت اهم حاجه في السي في بتاعك اللي انت المفروض تفتخر بيها، يعني ان انت صاحبي. طيب كويس، شرف ليا طبعا. يلا كمل. ماشي يا سيد. طيب هو السؤال الاول، طبعا احنا مش ذاكرين اسامي الناس عشان ما حدش برضه يكون متضايق، يعني طريقه تقسيم المبنى وتحديد عدد الزون كنترول. طيب اول حاجه يعني ايه زون كنترول ستيشن؟ انا مش هشرح يا جماعه اللي هي الاجابه الدايركت شويه، معلش متعب انا في الاجابات بتاعتي، محتاجه اول شويه حاجات تكنيكال ممكن تكون بسيطه ممكن تكون كويسه على حسب الشخص اللي هيسمعها، وبعد كده بجاوب على السؤال من خلال الكلام اللي انا بقوله. يعني ايه زون كنترول ستيشن؟ انت لو دخلت على NFB 13 مش هتلاقي حاجه اسمها زون كنترول ستيشن، ولا هتلاقي حاجه اسمها زون كنترول فالف اصلا. هتلاقي اللي موجوده اسمها فلور كنترول فالف اسمبلي. ده يعني ايه زون كنترول ستيشن؟ موجوده في شابتر، في النسخه الجديده هتلاقيها موجوده في شابتر 16، فلور كنترول فالف اسمبلي، والكود بيتكلم في الجزئيه دي في NFB 13 على الكومبوننت بتاعه الزون كنترول ستيشن بالتحديد. طيب لو جينا للسؤال الثاني، طريقه تقسيم المبنى وتحديد عدد الزون كنترول ستيشن. تقسيم المبنى، هو انا ليه بقسم المبنى اصلا؟ ان اف بي 13 او ان اف بي عموما او الجماعه بتوع الفاير لما جم يتكلموا على الحته بتاعه تقسيم المباني، كان الهدف منها تحديد اكبر مساحه ممكن يستغنوا عنها ويتحكموا فيها نتيجه وجود صيانه، يعني يقدر يستغنى عنه بحيث لو حصل حريقه في المنطقه دي يقدر يكنترول او يقدر يجهز معدات
بحيث لو المنطقه دي طلعت بره الخدمه نتيجه الصيانه والسبرينكلر سيستم فيها بقى اوت اوف سيرفيس، يقدر يكنترول على الفاير بسهوله مانوال من غير ما الحريقه تكستند المنطقه تانية. ده بالنسبه للحته بتاعت ليه قسموا المباني مساحات او ليه بيبقى في زون كنترول ستيشن لكل مساحه معينه من المبنى. طيب لو فتحنا ان اف بي 13 بقى اربعه، احنا هنشتغل على ان اف بي 13 النسخه الجديده اللي هي نسخه 2019 اللي هي يعتبر الاستراكشر فيها متغير تماما تماما عن النسخ اللي قبل كده. فلو فتحنا شابتر 4 اللي هو بيتكلم على الجنرال ريكويرمنت، هتلاقي في حاجه اسمها سبرينكلر، اسمها سيستم بروتكشن اريا ليميتيشن. السيستم بروتكشن اريا ليميتيشن المقصود بيها المساحه اللي يقدر فيها السبرينكلر سيستم يتحكم، مش يتحكم في حريقه، المساحه اللي اقدر عن طريق سبرينكلر سيستم عباره عن سبرينكلر هيد وبايبنج ومجموعه محايس بحابس ورايزر، اقدر اكنترول على منطقه معينه من المبنى لو حصل حريقه لا قدر الله. فقال لك لو المبنى لايت هازارد، درجه خطورته لايت هازارد، هتبقى المساحه اللي يتحكم فيها السبرينكلر سيستم او اللي يقدر يكنترول السبرينكلر سيستم على حريقه في اي منطقه ممكن تحصل فيها 4830 متر مربع. والاوردينري هازارد 4830 متر مربع، والاكسترا هازارد 3720. ولو انا عندي هاي بايل ستورج، يعني مخازن ارتفاع التخزين فيها اكتر من 3 متر 70، هتبقى تقريبا برضه نفس الحوار 3720 متر مربع. طيب السبرينكلر سيستم، احنا ليه الارقام دي 4830؟ دي اقصى مساحه يقدر يستغنى عنها في المبنى بحيث لو حصل صيانه يقدر يستغنى عن السبرينكلر سيستم اللي موجود جواه، حصل صيانه في السبرينكلر سيستم ده. طيب السبرينكلر سيستم هو عباره عن ايه اصلا؟ السبرينكلر سيستم عباره عن التعريف بتاعه اللي موجود في شابتر 3. انا بطلق بس بالحته بتاعت الكنترول فالف اسمبلي بس عشان الناس ما تقولش اصل السبرينكلر سيستم او الحته بتاعت سيستم بروتكشن اريا ليميتيشن مش مذكور فيها المحابس. وانا لما سالتك على زون كنترول ستيشن، لما ترجع على شابتر 3 مش شايف هو بيكتب ولا لا، نلغي البتاع دي. ٣٣٦3206 sprinkler system what system only activated heat from fire and discharge water over the fire area that consists of an integrated network of piping designed in accordance with fire protection engineering standards that include water supply source. The sprinkler system بالنسبه لي water supply source, water control valves, water supply source مصدر امداد بالميه, water control valves محابس تحكم في الميه, water flow alarm زي الفلو سويتش ودرين محابس الصرف. تمام، ده باختصار يعني السبرينكلر سيستم. السبرينكلر سيستم يعني بايبنج، يعني ووتر سورس، يعني مجموعه محابس راكبه عليه. لو رحت شفت الكومبوننت دي ووتر كنترول فالف ووتر فلو الارم والدرين ورحت الشابتر 16 في الجزئيه بتاعت الفالفز، تيجي جايب لك الفلور كنترول فالف اسمبلي. يذكر لك هنا المكونات: مالتي ستوري بيلدينج اكسيدينج تو ستورز ان هايت شال بي بروفايد ويز فلور كنترول فالف تشيك فالف مين درين فالف اند فلو سويتش فور ايزوليشن فور كنترول فور ان اسوسيشن وفي ووتر فلو فور اتش اندفيدوال فلور ليفل. باختصار كده السبرينكلر سيستم او عدد الزونات اللي بحددها للمبنى بتاعي بتبقى مبنيه على درجه الخطوره بتاعه المبنى والمساحه بتاعه الفلور اللي انا هركب فيه السبرينكلر سيستم. يعني لو المبنى بتاعي لايت هازارد فانا معايا لحد 4830 متر مربع اقدر اتحكم في شبكه الرشاشات اللي موجوده باستخدام مجموعه محابس واحده بس. لو اوردينري هازارد يبقى 4830 برضه متر مربع اقدر اتحكم في مجموعه محابس
سبرينكلر سيستم راكبه في المنطقه دي بس. اكتر من كده هتضطر تعمل زون كنترول ستيشن تانية، وتبدا تقسم مساحات المبنى على اكتر من زون كنترول ستيشن. مش لازم توصل لحد الليميت بتاع ال 4830، يعني لو المبنى بتاعك 5000 مثلا ممكن تعمل 2500 و2500 متر مربع على كل زون كنترول ستيشن. والسؤال بقى اللي بيتكرر يا احمد، لو انا عندي مالتي زون في قلب الفلور ذات نفسه، لو انا عندي مالتي زون في قلب الفلور الواحد، هل اغذيهم بنفس الرايزر ولا اغذيهم كل واحد من اتش رايزر؟ السؤال ده برضه موجود في هو موجود في التعريف بتاع السبرينكلر سيستم. السؤال ده بيتكرر كتير. كنت لسه هساله لك بناء على الكوتيشن اللي انت قلتها دلوقتي بتاعت المساحات. الكوتيشن دي ما جابتش سيره الزون كنترول، الكوتيشن دي كاتبه ان 4832 دي بر اتش رايزر، تمام؟ فحد هيسالك يقول لك طب ما هنا الكوتيشن دي بتقول رايزر، فانا ممكن اطلع رايزر واطلع منه اثنين زون. ايه اللي يخليني اطلع زون لكل رايزر؟ لا، الكلام ده موجود في الـ في الـ في, الـ في الهاند بوك بتاع ان في 13 واضح قوي، ان انت لو انت عندك مالتي زون في مالتي فلور بيلدينج هيبقى كل الرايزر الواحد بيغذي زون كنترول ستيشن واحده في الدور، لكن الرايزر يقدر يخدم اكتر من زونه في اكتر من فلور مختلف. لكن لو انا عندي فلور واحد بس، دور واحد بس، وليكن مخزن ومساحته كبيره ومغطيه باكتر من زون كنترول ستيشن، سواء بقى عامل كومبارتمنتيشن او مش عامل كومبارتمنتيشن مش موضوعنا ده، بس في الحاله دي انت مسموح لك انك تغذي من هيدر او كروس مين رئيسي، تقدر تغذي الزونات دي منها. ده الاكسبشن ده الوحيد في حاله اللي انا عندي فلور واحد بس. الكلام ده موجود برده في الفاير بروتكشن هاند بوك اهو، تحت شرحه لكلمه سبرينكلر سيستم. يعني هتلاقيه بيزد بعد ما عمل مقدمه يعني ايه سبرينكلر سيستم بيزد اون ذيس ريفيجن، اتش سيستم رايزر سيرفينج بورشن اوف سنجل فلور اوف فاسيلتي or the portion of the zoning network in the multi-spring where floor control valve assembly are used to isolate the video H4 is considered the sprinkler system. Multi-sprinkler system can be supplied by common supply main or header in single story building or by riser or standby in multi-story building. في سؤال تاني حالك دي يا احمد، في حاجه ثانيه في حد برضه قالها على الكوتيشن بتاعت ال 4800 والحاجات دي، اللي هي ايه؟ لو انا عندي مبنى مثلا مساحته 2000 متر، فيقول لك 2000 متر في الجراوند و2000 متر في الفيرست، فكده 4000 متر اعمل لهم رايزر، وبعدين السكند والثيرد 4000 متر اعمل لهم رايزر، وبعدين الفورث والفيفث 4000 متر اعمل لهم رايزر، وهكذا. يعني بيجمع مساحات الادوار ويشوف هتطلع معاه الزون اللي هو في الكوتيشن فيديها رايزر وهكذا. فتلاقي المبنى مثلا لو هاي رايز بيلدينج ولا ميجا تول بيلدينج، انا ممكن اعمل مثلا بتاع 30 40 رايزر ولا حاجه. لا لا لا، بص الحته دي مذكوره برضو في الفلور كنترول فالف اسمبلي. ان المالتي ستوري بيلدينج اكسيدنج تو ستوريز ان هايت، بص في خلاف في التعريفات بتاعت يعني ايه مالتي ستوري بيلدينج ويعني ايه مبنى بيعدي دورين. في ناس بتقول لك ارضي واول، ده بالنسبه لي طبيعيين، لكن الصح بالنسبه لي الدور الارضي ليفل اوف اكزيت اوف ديسشارج بالنسبه لي مستوى صرف المخارج، هو مش طابق. الدور الارضي ده مش طابق، انا فيما فوق الدور الارضي او فيما فوق او فيما تحت الدور الارضي، دول بالنسبه لي بتبقى بالنسبه لي الطوابق، الاماكن اللي تقدر توصلها بسلالم بمعنى صح يعني. فبالنسبه لي لما اقول لك مالتي ستوري بيلدينج اكسيدنج تو ستوريز ان هايت، فالتو ستوريز ان هايت معناها ارضي واول وثاني وثالث، او ارضي واول وثاني وفي بينهم ميزانين. دي معنى اكسيدنج تو ستوريز ان هايت، بيلزمني ان كل فلور اركب فيه اللي هي مجموعه الفلور كنترول فالف اسمبلي. الاكسبشن بقى لو انا عندي اقل من تو ستوريز ان هايت، يعني ارضي واول وميزانين، ارضي واول وتاني، لو مجموع المساحات دول بتاع المبنيين دول ما تخططش المساحه اللي موجوده في التيبل في السكشن اللي موجود في شابتر 4، من حق ان انا اعمل فلور كنترول فالف اسمبلي واحده للادوار دي كلها. بس لو رجعنا تاني احنا يا جماعه، بص يا جماعه السبرينكلر سيستم، معلش احمد شويه، السبرينكلر سيستم ده سيستم كريتيكال من الاخر. يعني ايه؟ بجد بجد لو اتعمل صح وتحافظ على الصيانه بتاعته صح، بيقدر يعمل كنترول على الفاير بمنتهى السهوله. فهو بالنسبه لي بلاش اخلي في فرصه ان الحريقه تحصل في دور ما او في منطقه ما، والحريقه تكستند لمنطقه في المبنى بسبب ان انا مثلا كنت فاصل محبس،
يعني المحبس الرئيسي اللي موجود في الزونه دي اللي بتخدم على اكتر من دور، لمجرد ان انا اصلا بغير سقف او الرشاش كان بيليك فكنت بغيره في نفسي. ما احنا يا جماعه هي الحريقه بالنسبه لي، معلش انا شخص ممكن الناس تفتكرها اللي هو شخص سوداوي شويه، لكن انا بالنسبه لي الحريقه ملهاش ميعاد، فهي ممكن تحصل في اي وقت، ممكن تحصل لاهون الاسباب الحريقه. فبالتالي بلاش تدي فرصه، ده حاجه اسمها يعني تطبيقك للكود بحذافيره مش صح قوي. يعني بلاش تبقى اصل الكود قال لي، اصل انت مثلا انت لو وفرت زونتين هتوفر قد ايه؟ ما وفرتش حاجه، لكن لو حصل حرائق في المبنى انت خسرت قد ايه؟ لمجرد ان انت عندك زونه. وما شفتش اطلاقا يعني كلاينت من اللي احنا بنتعامل معاهم ان هو بيجي على الحتت دي ويدقق فيها خالص، حتى لو هو كان شاطر وفاهم فاير قوي. الحاجات دي بالنسبه له، على فكره في ناس بتطلب محابس في مناطق ليها علاقه بالاوبريشن، ليها علاقه بتشغيل المكان، رغم ان ممكن الكود يكون مش طالبها، بس عشان هو شايف ان هو هيحصل صيانه في المنطقه دي، المنطقه دي هتشتغل قبل المنطقه دي لسبب ما، فبيطلب محابس. فالمحابس بالنسبه لي سعرها مش هو الحاجه اللي هبص لها، اصل انا عايز اوفر زونتين. طيب كده الموضوع ده تمام كده. السؤال اللي بعده ماشي. السؤال اللي بعده، هي يجوز استخدام رش اللي هو ايرلي سبشن فاست ريسبونس بديل عن الان راك سيستم في مستودعات الاوبن راك؟ طيب بص، هو السؤال مبدئيا السؤال مش واضح، يعني في تفاصيل كتير لازم الشخص يسالها، بس انا عايز اوضح حاجه بس فيه، ان انا الاستورج سبرينكلر ارينجمنت او ترتيبتي الشكل الحمايه اللي انا احمي بيها المخازن، بيبقى عندي يا اما سيلينج سبرينكلر هيد بركب رشوت الاسقف بس، يا اما سيلينج سبرينكلر هيد معاه ان راك سبرينكلر. وفي كيسز في الكود بتلزمني ان انا اركب ان راك سبرينكلر هيد مع السيلينج سبرينكلر مع رشاش راكب في السقف. يعني ممكن تقول مثلا لو انا عندي كلوزد شيلفس، هو الراجل قال ان هو عنده اوبن ان راك، فانا ما عنديش كلوزد شيلفس، فلازم اركب ان راك سبرينكلر هيد حتى لو عندي ايرلي سبشن فاست ريسبونس، حتى لو مع الكامس كمان هتركب الكلام ده كله، ولو الكام ده هتركب. لكن ممكن تبقى انت مستخدم مثلا نوعيه رشاش تقدر تقول عليها مش عافيه، يعني الرشاش مش تقيل، الرشاش مش هيقدر يوصل لمنطقه بعيده في المبنى او في المخزن، يعني عشان يقدر يكنترول كميه الميه اللي نازله منه قليله، الضغط اللي طالع منه وزن البشر منه مش كبير قوي. ففي الحاله دي بنضطر ان احنا او الكود بيلزمني انا اركب معاه ان راك سبرينكلر هيد في بعض الارفف، مش كل الارفف اللي ممكن اركب فيها، ممكن يقول لي ركب في رف، ممكن يقول لي في رفين، ممكن يقول لي كل الارفف على حسب نوع الرشاش اللي انت هتركبه في السقف. بس مبدئيا كده اللي سبشن فاست ريسبونس هو الوحش، يعني هو الوحش بتاع المخازن، هو الاكستندد كفرج الكي فاكتور 25.2 او الكي فاكتور 28 اللي طلعها فايكنج، فدول اصلا كيسز قليله قوي اللي ممكن يتطلب معاها ان راك سبرينكلر هيد. طيب لو انت بصيت معايا مثلا، وفي سوليوشن يعني في الموضوع بتاع المخازن، انت عندك فرايتي كبيره قوي في ان انت تختار الكي فاكتور المظبوط. احيانا بنجبر على كي فاكتور معين، ده لو انا بتعامل مع اكزيستنج فاير بامب عندي ترومبا موجوده، لان الترومبا طبعا غاليه والووتر تانك طبعا صعب ان انت تغير فيه او تعمل فيه حاجه، وحصل مثلا اكستنشن في مشروع وعملنا مخزن. ففي الحالة دي بتضطر ان انت تجبر يعني نتيجة السليكشن اللي انت بتعمله في التيبلز اللي موجودة في انفي 13 تختار كي فاكتور بعينه، هو ده اللي هيناسب ظروف الفاير بامب اللي موجودة عندك، وده ممكن يوديك ان هو يحتاج يكون معاه انراك سبرينكلر. لكن في المجمل لما تكون انت بتعمل ديزاين من البداية اصلا، الانراك ده مش حاجة كويسة، يعني الانراك سبرينكلر هيد مساوئه كتيرة جدا، مش هو الحل الأمثل انك تركبه مع السبرينكلر هيد. لكن لما بتكون بتعمل ديزاين من البداية، اختيارك لنوعية الرشاشات حاول بقدر الإمكان تكون بتبعد على موضوع الانراك. يعني لو أنت بتتكلم على ايرلي سبشن فاست ريسبونس، ففي النسخة الجديدة فهو في شابتر 23 ريكويرمنت فور ستورج ابلكيشن. لو انت هيجي على التبل على طول، لان الكيس مش واضحه، هتلاقي ان هو مع معظم الكوميديتي كلاسيفيكيشنز، معظم الاستورج هايت، معظم الستورج هايت او السيلينج هايت، هو مش بيطلب معاه الراك سبرينكلر اكتر، هو مديك الكي فاكتور تركبه ابريت او تركبه بندنت، والريسيتو بريشر انت بتحدده كام، خد معاك 12 رشاش،
لكن كيسز بسيطة قوي يعني مكتوبة نوت ابليكابل يعني تقريبا مع كلاس ايه بلاستيك. هو مثلا دي كيس شكل انت عايز تستخدم رشاش كي فاكتور وعايز تركب بندنت، هو قال لك نوت ابليكابل. نوت ابليكابل ان انت تعمل له بروتكشن فور سيلينج سبرينكلر هيد بس. لا لما تلاقي في كلمه بتاعت الان ايه او النوت ابليكابل دي هتلاقي في نهايه التول ان لك سبرينكلر ريكوايرد لما يكون عامل لك ابستراكت. فهتروح لشابتر 25 تشوف ازاي تعمل ديزاين للاير سبريشن فاست ريسبونس فاكتور 14 مع وجود الانراك سبرينكلر. بس معظم الكيسز انا ايه اللي يخليني مثلا اروح اعمل انراك سبرينكلر مع كي فاكتور 14؟ انا ممكن اخد كي فاكتور اكبر شويه وافادي موضوع الانراك سبرينكلر، خصوصا ان انا بركب اللي سبريشن فاست ريسبونس هو الوحش بتاع المخيف. انا كده جاوبت. عموما يا شريف المخازن بالذات حكايه انك تغير الرشاش عشان توفر في المضخه مش هتبقى مجديه قوي. يعني انت لو رحت للرشاش ال 25 هتلاقي الكي فاكتور بتاعه مثلا، الكي فاكتور 25 هتلاقي الريزيدوال بتاعه مثلا 35 بي اس اي. لو رحت للكي 14 عشان تقلل هتلاقي الريزيدوال بتاعه وصل ل 65 بي اس اي. فانت في الاول لا بص يا احمد معلش بص انا ما بتكلمش على كيس بعينها، انا بتكلم على ان لا على فكره انا في اكتر من مشروع اشتغلت على الاكزيستنج فاير بامب والدنيا تمام. انا مش بتكلم على الكيس، انا بتكلم ان انت ممكن تبقى مجبر على كي فاكتور معين نتيجه ان انت عندك اكزيستنج فاير بامب مش عايز تعدي الحمل بتاعها فتحلها. عشان كده انت عندك فاريتي كبيره قوي في المخازن. هو عموما في حكايه الاي اس اف ار انت راكب انراك وانت ما راكبش انراك ممكن تكون كلوج المكان الموضوع ده كله، ان انا لو عندي الارتفاع عالي قوي فانت الاي اس اف ار مش هيبقى كافي لوحده في السقف، فلازم هتركب على الاقل صف انراك. ولو انت عندك سوليد شيل يعني الارفف بتاعه الركات مصمطه فانت لازم هتركب انراك. ولو انت عندك حاجه اسمها اوبن كونتينر اللي هي زي الباسكت بتاع الفواكه كده فانت اوبن كونتينر. ده اوبن كونتينر نتكلم فيها بعدين. اوبن كونتينر اتكلمت انا وانت فيها قبل كده على فكره. ماشي بقى هي اوت اوف سكوب وفي اف دي اي بس في ستادي معموله هتلف وتدور، هي اوت اوف سكوب في الان اف اي في الشابترز بتاعه الانراك والكلام ده. هتلف وتدور هتلاقي بيقول لك ان من ضمن حل من الحلول انك تركب انراك على كل صندوق من الصناديق. ما انا بقول لك في ستادي معموله تقريبا سايت فاير بروتكشن انجينير هي اللي عامله الاستادي دي، ان بيقول لك عامل الكونتينر كانه كلوزد سبيس كانه مكان منفصل وريح دماغك بقى. فلما تيجي بقى انت ايه اللي يخليك تبقى مضطر انك تعمل اوبن كونتينر؟ ما ده ترجع للعميل نفسه. انت اوبن كونتينر هتلاقيها شوف حجم الرشاشات اللي انت هتركبها هتلاقيها في المخازن بتاعه الفاكهه، المخازن بتاعه مصانع العصائر والحاجات دي. المهم يعني هم دول الثلاث حالات اللي انت هتضطر غصب عنك تعمل فيهم انراك، وعشان الراجل يبقى بس ايه الدنيا وصلته بسيطه. لا هو الكود اللي يقول له امتى ركب انراك يعني اصل في المجمل حالات مفتوحه كده صعب شويه. طيب كم اكثر ارتفاع يمكن تركيب المرش العادي والمرش عالي الاستجابه؟ وهل الكود بيسمح بالغير الرشاشات بعد ارتفاع معين لعدم تحقيق فايده منه بسبب الارتفاع؟ طيب الحته بالنسبه لي بتاعت السيلينج هايت فالاوميشن اوف سبرينكلر هيد موجوده في مكان واحد بس في ان اف بي اي 5000 في الجزء بتاع الاسمبلي. يا احمد انت فاكر اكيد طبعا الجزء بتاع الاسمبلي بشرط ان يكون عندك لو هازارد تحت السبرينكلر. يعني حتى الكود ما فصلهاش ما قالكش فوق ال 15 متر في الابلكيشنز دي حدودا بالتحديد شويه اماكن كده تبع الاسمبلي اكيوبنسي يعني زي ملاعب كره سله مثلا اللي هي الاماكن اللي الناس بتمارس تحتها الرياضه، الصالات المغطاه بشكل عام يعني دي تعتبر صالات العرض. لو انت عندك صاله عرض كبيره وتحتها لو هازارد ماتيريال وارتفاعها زاد عن 15 متر فهو شايف ان مفيش حاجه للسبرينكلر سيستم لتركيبه في الموضوع ده. طيب في المجمل فوق ال 15 متر انت محتاج تعمل استودي مبدئيا يعني عشان انت تفكر تلغي السبرينكلر هيد نتيجه ان الارتفاع زاد عندك. انت حاسس ان السبرينكلر مش هيبقى افكتيف نتيجه ان هو مش هيحس بسرعه نتيجه ان الدروبلت او كثره المياه اللي هتنزل منه مش هتوصل بسرعه ايا كان السبب يعني بيسموها سبرينكلر سكيبنج. ايا كان السبب اللي انت شايف ان فوق ال 15 متر السبرينكلر مش افكتيف لازم تعمل استودي.
لازم تعمل استودي غصب عنك يعني سيميوليشن كده، تشوف تركيب السبرينكلر سيستم افكتيف ولا مش افكتيف. هو في الحقيقه لان ب 5000 تقريبا يعني كلام اللي ب 5000 اللي كنت انا اتناقشت انا وانت فيها. لا ما انت بصيت يا احمد على الجزئيه بتاعت من الجزئيه بتاعت ال اف دي 5000 ايه، لازم تعمل استادي للموضوع عشان تعرف هو هيكون فعلا هيبقى ليه فاعليه. لازم تعمل انجينيرنج بالظبط، انجينيرنج هو قرار منع، قرار منع السبرينكلر مش بي مش بس مش بالسهل يعني. هو حتى قال لك له هازارد، فانت انت اللي تحكم موضوع ال 15 متر ده. ما اعتقدش انه اتذكر في الان في او اتذكر في الاي بي سي في موضوع الاتريوم. ما هو احمد ما هو الاتريوم ده فيرتيكال اوبننج، انا مش بتكلم على الفيرتيكال اوبننج. ما هو الفيرتيكال ما فيش حاجه في الكود قالت كلمه 15 متر اكتر منها اعمل استادي او ما اعملش استادي الا في موضوع الاتريوم بس، ان هو حتى الاي بي سي قال لك ان احنا ان الدراسات اللي هم عملوها اللي بعد ال 15 متر الرشاشات مش هيكون لها فعاليه في الموضوع. لا في استوديو ثانيه اوريها لك دلوقتي فوق ال 15 لحد 18 متر، ايه الكي فاكتورز اللي ممكن تستخدمها؟ رساله ماجستير واستوديو معموله عن طريق شركه فيكتور. بس تعال شوف بس الحته بتاعت الاسمبل اكويبمنتس اللي موجوده في ان اف بي اي 5000 شابتر 16 دي بتاعت الاكستنجويش من ريكويرمنت كده، هتلاقي بيقول لك اهي requirement of section 16.3.5.1.2 shall not apply to the following. 16.3.5.1.2 اللي هو ده انك تركب سبرينكلر هيد في الاسمبل اكيبنسي اللي هي اكتر من 300 شخص، ويقول لك ممكن ما تطبقهاش يعني ما تركبش سبرينكلر سيستم. وديك ام كيسز اللي احنا بنتكلم عليها هي دي بقى، اوفر فلور اريا يوزد فور كونتنتس performance or entertainment provide that the roof construction is more than 15 meter above the floor area and the use is restricted to low fire hazard uses. و في الجزئيه بتاعت الاكسس ذكر لك ابلكيشن كده قال لك دول ما يعتبرش ان هم low hazard uses يعني مش اي مكان حتى لو ارتفاعه زاد عن 15 متر تقدر تقول عليه ان هو لو فاير هازارد يوز. The following uses are not low fire hazard uses considered performance for stages which show سرعات العرض بتاعت الموضوع يعني اكسبيشن سرعات العرض اللي بيعملوا عليها عروض بليز، كل الحاجات دي كلها ديسبلاي اوف فايكلز، الحاجات دي كلها ما اقدرش اقول عليها انها لو فاير هازارد يوز. فبالتالي حتى لو ارتفاعها زاد عن 15 متر انا ما اقدرش اشوف ما اقدرش ان انا استغنى عن تركيب السبرينكلر سيستم جواها. هو السؤال بس المهم، طيب انا لا خلاص انا بقى فوق ال 15 متر والمكان بتاعي ما فيهوش لو فاير هازارد ومحتاج ان انا اركب سبرينكلر سيستم، هل اركب كي فاكتور 5 و 6 ولا اركب كي فاكتور 8؟ ولو انا رحت لاف ام جلوبال هل اف ام جلوبال هتجاوبني على السؤال ده؟ وبس قبل ما اروح لاف ام جلوبال، انت عارف ان اف ام جلوبال يعني او الاف ام عموما دي شركه تامين، فهي ليها ريجوليشن او ليها ستاندرد بتطبقها على المصانع او الشركات اللي بتكون حابه تامن عندها. فهي ليها ديزاين كرايتيريا وليها متطلبات خاصه وليها معامل وليها ريسيرش لاب كتير بتعمل فيها الاختبارات، وبناء على كده بتحط الاشتراطات اللي هي شايفاها مناسبه عشان تامن الابلكيشنز اللي هي ممكن تخش تحتها تحت مظله التامين بتاعتها. فبالنسبه لي زي ما اف ام عندها معامل، طبعا ان اف بي اي برضه عندها معامل، ففي استوديو اتعملت مع شركه فيكتوليك وان اف بي اي ليها علاقه بالاي سيلينج. كل دي رسائل ماجستير، بس استنى sprinkler protection of non-storage equipments with high ceiling clearance. عمل 5 study لأماكن non-storage equipments with high ceiling clearance. عمل 5 case study أو 5 اختبارات. اختبار منهم كان لحد 16 متر 40، وفي حاجات لا أنا آسف اختبار منهم لحد 18 متر. أهو. مش عارف الحاجه ما بتظهرش هنا ليه، بس هو ده كده يعني. دي اختبارين 18 اختبارين 16 اختبار 12 متر.
مع ديفرنت كي فاكتور. هو لو جيت بصيت على الكي فاكتور هنا مش عارف امسح البتاع دي اعمل سكيب ازاي. لا بس اوكي اضحك عليا اضحك براحتك. لو انت بصيت كده اصلا على النومينال كي فاكتور 115 لتر بير مينت بار اللي هو 8 وال 161 اللي هو ال 11 2 من 10 وال 363 اللي هو ال 25.2 ده الاستودي. جه في الحوار في الكونكلوجن في نهايته خالص بعد ما عمل الفاير تيست بقى كده اندر 12 متر فاكتور 115 اللي هو بالنسبه لي الكي فاكتور 8 سبرينكلر ات 1.5 بار ازيده بشر 1.5 1 1 5 من 10 بار didnt control the fire ما كانش ليه تاثير تحت ال 12. انا بعمل الكونكلوجن اللي عشان ده ممكن تستخدمه خلاص نستخدم كي فاكتور 11 لو انا الارتفاع عندي زاد عن 12 متر مثلا. تحت 16 متر مع كي فاكتور 8 وريزيدوال بشر 2.5 didnt control the fire برضه ما اثرش على الحريق. فكي فاكتور 8 بالنسبه لي من 12 فيما فوق الكي فاكتور 8 ده مش افكتيف طبقا للاستادي اللي معموله قدامك ده. وان الكي 160 اللي هو الكي 11.2 هو اللي قدر مع ريسيدوال 1.5 والكي 360 مع واحد كي 360 اسف اللي هو الكي فاكتور 25.2 بس اختلاف وحدات القياس مع واحد بار قدر يكنترول الحريق. فنقدر باختصار كده ان هو انا عندي المبنى زاد ارتفاعه عن 15 متر او 15 متر من فوق تحتيه لو هازارد ماتيريال تقدر تعمل اوميشن للسبرينكلر عادي بدون اي خوف يعني. طيب تحتيه مش لو فاير هازارد لا تحتيه بقى ماتيريال كومباستبل كتير فانت في الحاله دي والمبنى نون ستورج يعني المبنى غير مخازن فانت في الحاله دي مطلوب منك انك تعمل كيس ستادي. الكيس ستادي اللي قدامك دي بتقول لك ان انت فوق ال 12 متر تستخدم كي فاكتور 11.2 لحد 16 متر فوق 16 متر لحد 18 متر تستخدم كي فاكتور 25.2 مع الرصيد والبشر اللي قدامك دي. دي استوديا عاملاها فيكتوليك مع ان اف بي. هل ان اف بي مذكور فيها كلام تاني غير كده؟ لا مفيش كلام تاني مذكور في ان اف بي ليه علاقه بالسيلينج هايت بس في كلمه متقاله ان جنرال في الفاير بروتكشن هاند بوك كلمة عامة يعني اللي هو ما حددلكش كي فاكتور بس بيطلب منك انك تبقى متأكد انك هتركب رشاش كويس. اهو high ceiling with ceiling of unusual height. بالنسبة لنا usual height كلها 3 متر ونص 4 متر 6 متر بالكثير ده usual height بالنسبة لنا. بقول لك with ceiling of unusual height لو انت عندك سقف ارتفاعه مش طبيعي او مش منطقي there's a great chance that natural air movement will carry heat away from the sprinkler. دي الحتة اسمها sprinkler ان الرشاش اللي مش فوق الحريق هو اللي مش هيولع مش هو اللي هيفتح في واحد تاني بعيد عنه هو اللي هيفتح فده بيعمل ديلي في عمليه اكتيفيشن بتاعت السبرينكلر resulting only in delay ويجي مور ووتر اور لارج سبرينكلر دينستي از يوجوالي نيد اندر such كونديشن. ده كده اعتقد الاجابه على السؤال التاني اللي هو لحد ارتفاع كام انا ما عنديش ليميتيشن الا اذا كان عندي لو هازارد ماتيريال بس لحد 15 متر او فوق 15 متر غير كده محتاج تعمل استادي. الكونكلوجن بتاع شركه فيكتوليك اللي انا عملته دلوقتي ده معمول فعلا انا جايبه من على الويب سايت بتاع ان اف بي مش جايبه كده وخلاص هو موجود على الويب سايت بتاع ان اف بي فهو يعتبر حاجه رسميه مع ان اف بي. طيب الجزء الثاني اللي هو كم اقصى ارتفاع يمكن تركيب المرش العادي والمرش عالي الاستجابه؟ نفس الحوار انا عندي ستاندرد ريسبونس وعندي كويك ريسبونس سبرينكلر. لو بتتكلم في النون ستورج بيلدينج في المباني غير المخازن الكود ما ربطش او ان اف بي ما ربطتش ارتفاع المباني بسرعه استجابه الرشاش. هو لما ربط
سرعه استجابه الرشاش بالابلكيشن او بالكيوبنسي كلاسيفيكيشن الهازارد كلاسيفيكيشن بتاعت المبنى. يعني في اللايت هازارد فتحت معايا ان اف بي اي 13 برضو شابتر 9 شابتر 9 سيكشن 943 ثيرمال سنسيتيفيتي سبرينكلر ان لايت هازارد بيطلب ان هي تبقى كويك ريسبونس. ممكن تلاقي في الكود قايل لك كده انت ممكن تستخدم ستاندرد ريسبونس في اللايت هازارد بس في حاله اذا كنت بتعمل رينوفيشن للمبنى هو اوريدي فيه ستاندرد ريسبونس او بتعمل ديسبلاي او بتعمل بتغيير رشاشات راكبه وهي اوريدي ستاندرد ريسبونس. في الاول وفي الاخر يعني هي مباني اكزيستنج مباني قائمه بقى لها فتره. لكن لو بتعمل مبنى جديد فانت اللايت هازارد اكيبنسز بتتطلب يبقى فيها كويك ريسبونس. طيب ليه اللايت هازارد بالتحديد هو ربطها لك بالكويك ريسبونس؟ لان الابلكيشنز بتاعه اللايت هازارد مينلي لو انت شفتها في 101 هتلاقيها كلها لها علاقه باللايف سيفتي. يعني مستشفيات لازم يبقى كويك ريسبونس، شقق سكنيه رغم ان احنا مش معظمنا بيركب في الشقق السكنيه سبرينكلر بس تعتبر الكونسبت بتاع اللايف سيفتي في اللايت هازارد كلاسيفيكيشن شيء اساسي. تركيب السبرينكلر سيستم مبدئيا تركيب السبرينكلر سيستم في اللايت هازارد اكيبنسز هو هدفه اللايف سيفتي. فهو بالنسبه لي لما اركب كويك ريسبونس سبرينكلر هستفيد بان هو هيتاكتف اكتر فاعمل كنترول على الفاير اكتر بشكل اسرع فالناس يبقى عندها وقت ان هي تهرب من غير ما يتعرضوا للخطر. ده بالنسبه للحته بتاعت الكويك ريسبونس. طيب الاكسترا هازارد موجود في الشابتر 19 شابتر 19 في ان اف بي 13 وبيقول لك ان الكويك ريسبونس سبرينكلر ما بتركبش مع الاكسترا هازارد. الكويك ريسبونس سبرينكلر مش بتتركب مع الاكسترا هازارد. الاوردينري هازارد اكيبنسز مش مذكوره في الكود بقى اذا كانت تبقى كويك او تبقى ستاندر. فبالتالي ممكن اركب في الاوردينري هازارد ستاندر ريسبونس سبرينكلر عادي خالص او اركب كويك ريسبونس سبرينكلر واستفيد من الاريا اوبريشن ريدكشن اللي ممكن تحصل في المبنى ان انا اقلل عدد الرشاشات اللي هتشتغل في الاوردينري هازارد فبالتالي هقلل الكباستي بتاعه الفاير بامب اللي موجوده عندي. لكن في الكود مفيش حاجه ليها علاقه بالارتفاع. انا بتكلم على ان اف بي اي مفيش حاجه ليها علاقه بالارتفاع والكويك ريسبونس او ستاندر ريسبونس. لو احنا فتحنا اف ام لان في ناس ممكن تستغل الاف ام مثلا وتقول لك ما هو اف ام فيه كي فاكتورز وفيه ستاندر ريسبونس ومش عارف ايه والكلام ده كله. لو انت فتحت اف ام داتا شيت بس رقم بالظبط 2 اف ام داتا شيت 2 داش 0 هتلاقي لك هازارد كاتيجوري نمبر 1. اتفقنا يا احمد من البدايه ان اف ام جلوبال دي شركه تامين ليها ريجوليشنز وليها معامل عشان هي بتفرض تامين على الشركات اللي بتبقى تحتها فبالتالي شركات التامين تبقى مور ريستريكتد قوي في الريكويرمنت بتاعتها عشان ما يحصلش لوسز فبالتالي تضطر تعوض الاماكن بتاعتها. فهي في الديزاين كرايتيريا عموما بشكل كبير قوي جوه اف ام في خلاف ما بينها وما بين ان اف بي عشان كده بتلاقي رشاشات واخده يو ال ورشاشات واخده اف ام. لما تفتح السبرينكلر كاتالوج هتلاقي ان هو على اي اساس خد اليو ال هتلاقيه بيريفير لان اف بي 13 على اي اساس هو خد الاف ام هتلاقيه بيريفير للاف ام داتا شيت 20 او 26 على حسب الداتا شيت اللي هو اشتغل عليها. فبالتالي اف ام لها ريكويرمنت في حمايه المباني سواء مخازن او غير مخازن بالرشاشات نوعا ما مختلفه شويه عن الريكويرمنت اللي موجوده في ان اف بي اي. انا قلت لك ان اف بي اي ما عندهاش حاجه ليها علاقه بالستاندرد ريسبونس او الكويك ريسبونس غير الهازارد كلاسيفيكيشن وما كانتش بتريفير اطلاقا بالارتفاع. لكن اف ام لو انت رحت مثلا هازارد كاتيجوري نمبر 1 يعني ايه هازارد كاتيجوري نمبر 1؟ هتقول لي لايت هازارد. هي معروفه كده لايت هازارد. طيب هازارد كاتيجوري نمبر 2 هتقول لي اوردينري هازارد. طب اوردينري هازارد جروب 1 ولا اوردينري هازارد جروب 2؟ هازارد كاتيجوري نمبر 3 هل هي اكسترا هازارد جروب 1 ولا اكسترا هازارد جروب 2؟ ففي فرايتي كبيره قوي ما بين ان اف بي اي وما بين اف ام في الموضوع بتاع حتى كمان بتاعه الهازارد كلاسيفيكيشن. فرضنا يا عم ان الهازارد كاتيجوري نمبر 1 ثواني بس اكمل اللي هو اللايت هازارد لحد 9 متر
بيقول لك كي فاكتور 5 و6 8 وستاندر وبندنت وكويك وستاندر، يعني هو برضه الراجل اللي حاطط 9 متر مش شايف ان في اي حاجه في الهازارد كاتيجوري نمبر 1 اللي هي تعتبر لايت هازارد اللي الكود الزمني هناك ان هي لازم تكون كويك ريسبونس. فالاصح او الافيد ان الكويك ريسبونس والستاندر ريسبونس الديلي تايم اللي هيحصل ما بينهم في عمليه التشغيل ما اعتقدش ان هي كبيره قوي، فالتزم بالكلام اللي موجود في ان اف ايه من ناحيه الثيرمال سنسيتيفيتي بتاعت الرشاش، كويك في حاله اللايت، ستاندر في حاله الاكسترا، كويك او ستاندرد في حد الاوردينري، واستفيد بان انت تركب كويك ريسبونس سبرينكلر لو انت محتاج تعمل اريا ريدكشن في الاوبريشن اريا بتاعت السبرينكلر. قول يا باشا. انت كشريف عزب في ايجيك مبنى ارتفاعه 5 متر هتركب رشاش كيفاكتور كام؟ 5 و6. طيب لحد كام تركب 5 و6؟ انت بتتكلم كشريف عزب ككود ولا بتتكلم كشغل؟ كشغل. لا ما هو كشغل بقى، ما انا قلت لك من البدايه خالص مش كل حاجه في الكود بنلتزم بحذافيرها. ايوه كام؟ اكتر من 5 متر اركب كي فاكتور 8. لحد كام متر تركب كي 5 5 و6؟ لحد كام متر يعني؟ لا ما لا ثواني، ما هو انت دلوقتي حضرتك بص يا احمد، احنا لازم نبقى كده برضو واقعيين ونازلين للسوق تحت. انا لو جيت في مبنى ارتفاعه او فلور ارتفاعه 9 متر مثلا او فوق ال 9 متر وركبت رشاش كي فاكتور 5 و6 ما انا هيجي لي كومنت. ماشي. الوقت الوقت ثواني بس ثواني، انا عايز استفيدك بحاجه. الوقت اللي انا هاخده عشان اقنع العميل بان الكي فاكتور 5 و6 والكلام اللي انا قلته ده كله كده، لا يا عم اعمل اللي عايزه الكي فاكتور 8 بس. ما ده اللي انا بقوله، ده اللي انا بسأله. ماشي. ما هو ثواني يا احمد، احنا كلام الكود، خلينا بس كلام الكود اللي اتقال دلوقتي، كلام الكود اللي انت قلته دلوقتي الله ينور زي الفل ومفيش اي مشاكل. بس حبيبي ماشي، انا في الاول قلت لك ايه؟ اكتر من كده بكتير. ايه؟ العمر اكتر أيوة. من كده بكتير يعني. ما هو انا مش هينفع، ما تبقاش بص يا احمد، ما ينفعش تبقى انت قايل للناس ان احنا هنتكلم كودد. لا ما انا كل حاجه بالك، خلي بالك انا قايل ككود والمتعارف عليه، كنت قاصدها قوي. ما احنا قلنا الكود اهو والمتعارف عليه. ايوه ماشي، قلت لك الاثنين، بس ده مش غلط يعني، عشان بس ما فيش حد يبقى عاملها زي الكود ويبقى راجل تمام. لا طبعا، احنا قلنا الكود. انا في الاخر قلت لك راي شريف عزب، يعني راي انا احمد خميس الجزار. بتعرف اقول لك لحد 6 متر؟ لحد 6 متر انا بركب 5 و6، وانا عارف ان انا ممكن اركب اكتر من كده بس انا ما بعديش كده. طب تعالى، طب اقول لك الحاجه، طب ممكن نستفيد. انت عارف طبعا المعادله الكيو بتساوي الكي جذر الكي، صح؟ طب ليه ان اف بي ما عندهاش ريليشن شيب خالص ما بين الكي فاكتور وما بين السيلينج هايت؟ قول بتقول انت. بص يا باشا، انا ممكن برضه يا جماعه خلينا واضحين تماما. انا بالنسبه لي لازم ابقى عارف كل حاجه في الكود كده وفاهم اصلها وفصلها، وكون ان انا اعمل المتعارف عليه ده عشان خاطر امشي الدنيا، عشان خاطر ما يحصلش ديلي في البروجكت بتاعتنا، وان انت وانت بتعمل المتعارف عليه برضو يا احمد تبقى عارف اللي انت بتعمله ده ملوش امباكت كبير على الشغل، يعني ما تبقاش بتعمل المتعارف عليه والمتعارف عليه هو غلط. تمام. مش غلط كلايف للبني ادمين، الغلط ممكن يكون توفير فلوس ومش فلوس كتير كمان يعني كلام. طيب انا ممكن، طب انت ممكن في مبياني ارتفاع اقل من 9 متر تمام، واروح اجيب رشاش مثلا كي فاكتور 8. مظبوط. تمام. انا مش انسى التيبل اللي قدامك في اف ام، انا عايز اوصلك في حاجه. الكيو بتساوي ايه يا احمد؟ الكي جذر دي، صح؟ تمام. جميل جدا. طيب انا بالنسبه لي الكيو دي كميه الميه اللي هتطلع من الرشاش طبقا لدرجه الخطوره والمساحه اللي بيغطيها، صح؟ فهي بالنسبه لي ارقام متغيره بناء على الكثافات وبناء على المساحات بتاعه الرشاشات. برضو انا بتعامل في معظم، مش معظم يعني، في مشاريع كتير جدا بيبقى الحل ان انت تلعب في الكي فاكتور بصراحه، ان انت يبقى مبنى ارتفاعه اقل من 9 متر شايف ان هو ممكن تجيب كي فاكتور 5 و6 وتضطر تروح تجيب كي فاكتور 8. طيب ليه تجيب كي فاكتور 8؟ عشان اقلل الريزيدوال بريشر اللي عنده الرشاش، فاقلل الضغط اللي هيطلع لي من الترومبه لو انا عندي مشكله في الترومبه، او لو انا عندي الترومبه بتاعت اكزيستنج وعايز استفيد منها. ما من الكيو بتساوي كي جذر بي، انا الكيو بالنسبه لي ثابته، هتطلع من الرشاش بتاعي طبقا لدرجه خطورته وطبقا للمساحه اللي بيغطيها، بتزيد بس انا عندي مينيمم ما اقدرش انزل عنه. تمام.
لو انت اشتغلت الكيو بتساوي الكي جذر البي وجيت فرضت مثلا ان انت في رشاش محتاج تطلع من عنده وليكن 30 جالون بير مينت، انا بفرض مثال 30 جالون بير مينت دول مع رشاش كي فاكتور 5 و6، تعالى نعملها. على 5 و6، 5.3 محتاج ريزيدوال بريشر 28 بي اس اي عند اخر رشاش، في مشكله في كده؟ طيب انا بحكي لك والله العظيم، بص انا الكلام اللي بقوله لك دوت ده من واقع الخبره، من واقع مش كلام نظري، انا فعلا لعبه الكي فاكتورز دي بتوفر فلوس كتير للناس، عشان كده الكلام اللي انا قلته في المخازن كان لازم اقوله بالشكل ده. 28 و6 ده الريزيدوال بريشر عند اخر رشاش، تمام، بشرط ان هو يطلع 30 جالون بير مينت والكي فاكتور بتاعه 5 و6. عملت الهيدروليك كالكوليشن بتاعتك بالشكل ده كده، لقيت ان الترومبه بتاعتك البريشر بتاعها مش مكفي، الفلو بتاعها مش مكفي، ايا كان في مشكله في الترومبه. فانت دلوقتي قدامك حل من الاثنين، لا اما تقلل الكي فاكتور بتاع الرشاش بدل ما هو 5 و6 تنزل، تمام، وبالتالي هيتاثر عليك البريشر يزيد لو انت عندك مشكله في الفلو محتاج فلو قليل، او تزود الكي فاكتور بتاع الرشاش لو انت عندك مشكله في يعني الووتر سورس بالنسبه لك هو اللي بيتكلم. لو فرضنا انا عندي كي فاكتور 8، هستخدم كي فاكتور 8 اللي هو ال 30 14، تمام، فالريزيدوال بريشر بتاع الرشاش قليل النص، واضح لك؟ فانا بالنسبه لي ان اف بي اي مش واضحين في الاول في الحته دي، مش مشكله، انا عندي المينيمم ريزيدوال بريشر 7 بي اس اي، المينيمم ريزيدوال بريشر 7 بي اس اي، انا ما قلتش انا 14 مع كي فاكتور 8 عشان اطلع ب 30 جالون بير مينت، وكنت 28 مع كي فاكتور 5 و6 عشان اطلع برضه بال 30 جالون بير مينت. فانت ممكن تزود الكي فاكتور حتى لو الارتفاع عندك مش عالي نتيجه ان انت عندك مشكله في الووتر سورس اللي هتربط عليه. ده وجهه نظر ان اف بي اي في الموضوع بتاع الكي فاكتور، ووجهه نظر ان اف بي اي في الموضوع بتاع الثيرمال سنسيتيفيتي. اف ام جلوبال ما عندهاش، هو عموما يعني الموضوع مش هيفرق كتير قوي، لان انا كده كده في الاخر عندي نظام ستاند باي بالريزيدوال بتاعه رايح في داهيه، فانا بالنسبه لي الكلام مش هيبقى برضه 28 ب 14 برضه مش هي اللي هتحل المشكله، يعني استنى مش هتدخل لها، هتحل والله، هتحل الكويك ريسبونس، يحل على فكره الكويك ريسبونس بتاع الاريا، ماشي، ايوه يحل وما يحلش، يعني كويك ريسبونس مع كي فاكتور 8 انت حليت الدنيا كلها، ومعاك ستاند باي، صدقني لا بس جربها، ومعاك كلاس 1 ستاند باي، لا انت ليه دخلت الكلاس 1 دلوقتي؟ ممكن يبقى يا ابني المبنى، ممكن يبقى المبنى دور ارضي يا ابني ما فيهوش كلاس 1، او ممكن المبنى يبقى عالي شويه مثلا ارتفاعه 16 متر ودخلت معاه الكلاس 1، والكلاس 1 الدفاع المدني طلب منك ان يكون مانيوال ويت، ما طلبوش ان اوتوماتيك ويت، ماشي دي كيس، ف عدي يعني خدها مني وكده، معلش حقك عليا انا اسف. اللي بعد غرفه الغليات درجه خطورها ايه وبتطفى بايه؟ ده غرفه الغليات في تو سبجكت او 3 سبجكت ليهم علاقه بغرف الغليات ان جنرال، يعني لو اصلا يا غرف الغاب بتطفى بتطفى بسبرينكلر، ما فيهاش مشكله مع السبرينكلر، هو السبرينكلر بالنسبه لي نظام اطفاء اساسي الا اذا كان هيعمل لك الكتريكال كوندكتيفيتي او هيعمل لك ووتر دامج او مش هينفع تطفي بيه فليم او كومباستبل ليكويد او مش هينفع تطفي بيه الميتالز، فهو بالنسبه لي بيقدر يتغلب على 80% من الحرائق، فما عنديش مشكله بالنسبه لي، غرف الغليات انا ما فيش حاجه اخاف عليها فتطفى بسبرينكلر عادي. درجه الخطوره بتاعتها ايه؟ البويلر بيلدينج موجود في اف ام هازارد كاتيجوري نمبر 2، هو مش موجود في ان اف بي اي، يعني غرف الغليات مش موجوده في ان اف بي اي، وفي ناس بتتعب قوي في ان هي تفهم التعريفات بتاعت ان اف بي اي في درجات الخطوره، مش هنخوض فيها لان هو في تعريفات اوفيشال اللي هي موجوده في الكود، وفي تعريفات نون اوفيشال دي اللي بتكون في الارتكلز بتاعت ان اف بي اي في تعريفاتها لبعض الامور اللي بيكون فيها لبس. فبالنسبه لي غرفه الغليات تقدر تعتبرها ميكانيكال روم اللي هي اوردينري هازارد جروب 1، ده بالنسبه للان اف بي، مش قادر تعتبرها ميكانيكال روم، ممكن تعتبرها
هازارد كاتيجوري 2 طبقا لاف ام جلوبال، وهتبقى اوردينري هازارد جروب 2 مش اوردينري هازارد جروب 1. ثواني. هو شريف لو انت هتعتبرها اوردينري فهتبقى جروب 2، ما ينفعش جروب 1 خالص يعني، مش عشان انها غرفه ميكانيكال ما انا ما اقدرش اعملها معامله غرفه بامب ستيشن مثلا او اير هاندلنج يونت او اي حاجه من الحاجات دي، مش عشان البويلر نفسها بس عشان اللي هيحصل او حصل حاجه في البويلر دي. هو البويلر ايه اللي هيحصل فيها؟ اكسبلوشن؟ البويلر هي احتمال انفجار، مش هيحصل لها مش هيحصل لها حريق. لا مش اكسبلوشن بتاع الفول. لا بسبب هي الضغط العالي، هي نفسها هتنفجر بسبب الضغط العالي بتاع الستيم اللي فيها. ايوه مش اكسبلوشن فول ماشي، بس هو يعني الكود تعرفته للاوردينري هازارد جروب 1 والاوردينري جروب 2 بيريفير للحته بتاعت الفول اللي موجود فيها. ثواني بس نطلعها. المفروض هي هنا في الووتر سورس. بس بقى نشوف الأجهزة بتاعتنا ونشوف الداتا اللي موجودة. في الووتر سبلاي 26 بالظبط اهي، في الووتر سبلاي في 326 هتلاقي هازارد كاتيجوري 2 بويلر بيلدينج. فين؟ بيعملها هازارد كاتيجوري 3. في مثال تاني خاص بالبويلر. ليه البويلر اللي داخل المستشفى؟ ما انا اللي كنت عايز اقوله ان انت في ان اف بي 5000 شابتر 8 بعض الابلكيشن بتتطلب انك تحميها بسبرينكلر مع فاير ريتد بول على حسب هي موجوده في اي اكيوبنس كلاسيفيكيشن، ومن ضمنها البويلر. بويلر في مستشفى غير بويلر في مطعم غير بويلر في فندق. بس هي بويلر بيلدينج انا متاكد. هي فين؟ مش عارف اعطر فيها المره دي، بس هي موجوده في بولر بيلدنج يعني. على العموم هي مش موجوده في لان في صراحه في الشابتر بتاع الكلاسيفيكيشن اوف اوكوبانسي، لكن هي المفروض يعني هتكون اوردينري جروب 2. وبرده في شركه تانية انا بعتمد عليها في الشغل، شركه جابس. مش ثواني بس، ما اعرفش ايه اللي ظهر عندك، بس محتاج ان انا اقفل الادوبليتر. شركة جابس دي شركة برضه تأمين انترناشونال، مش بنفس القوة بتاعت اف ام، هي ما عندهاش ريسيرش لابس، ما عندهاش معامل، مش مكتسحة السوق زي اف ام يعني برضه، بس هي عندها زي جايد لاين خاص بيها، ومصنفة برضه الحتة بتاعت البويلر دي كاوردينري هازارد جروب 1. فهي في الأول في الآخر اوردينري هازارد يعني جروب 1 أو جروب 2، وفي الأول برضه هي ايه اللي هيأثر معاك فيها؟ سواء اوردينري هازارد جروب 1 او اوردينري هازارد جروب 2. احنا بنقول الروم غرفه صغيره مش كبيره قوي، ف
فبالتالي السيستم ديماند بتاعها مش هو اللي هيأثر على مش دي الحته اللي انت هتروح تعمل لها هيدروليك كالكوليشن. فمحتاج تعرف تعمل الدينستي بتاعتها قد ايه، سواء 0.15 او 0.2، مش دي الحاجه اللي انت هتروح تبص عليها. سواء بقى اوردينال هازر جروب 1 او اوردينال هازر جروب 2، السبيسنج والكفرج اريا بتاعت السبرينكلر واحده. طيب ما اهميه عمل درين لاين وفي حاله الارتفاع والانخفاض في منسوب المواسير هل يلزم عمل درين لاين؟ اهميه عمل درين لاين طبعا الصيانه، ما فيش حل غير كده. اي ميه في الدنيا لازم تتصرف، فبالتالي لازم يكون عندي درين لاين. وبناء على السيستم سايز بالنسبه لك بتقدر تحدد حجم الدرين لاين كام. طيب لو انا عندي ارتفاع وانخفاض في منسوب المواسير، مساله الارتفاع والانخفاض في المواسير، دي اللي بيسموها الترابه، ان انت تحبس ميه في منطقه ما. ثواني بس نجيب الجزئيه بتاعت الدرين، انا قفلت الادوب ريدر ارجع افتحه تاني. ان في شرط لك ان السبرينكلر سيستم لازم تركب له وسيله للصرف. ما كده فتحوا كلهم المفروض 13 شابتر 16 فولفز. طبعا بروفيجن في الفلاشنج لازم تعمل وصله للفلاشنج للغسيل بتاع الشبكه، الدرينج، All sprinkler pipe and fitting shall be installed so that the system can be drained. شرط أساسي لازم أعمل الدرين. السؤال الثاني اللي هو الحتة بتاعت التابة اللي هي الأوكسلري درين أهي. الأوكسلري درين وسيلة للصرف يعني shall be provided with a change in piping direction. لو حصل تغيير في اتجاه المواسير prevent drainage of system، يمنع إنك تعمل صرف للسيستم بتاعك through the main drain valve من خلال وصله الصرف الرئيسيه. لو انت شفت احمد الجزئيه بتاعت السبرينكلر سيستم او تعريف السبرينكلر سيستم كان ذاكر فيها درين فالف، والفلور كنترول فالف اسمبلي كان ذاكر فيها درين فالف، ده بالنسبه لي هو ده المين درين لاين. لو انت مش هتقدر تصرف من المين درين فالف ده خط الصرف الرئيسي اللي موجود على الزون كنترول ستيشن نتيجه حدوث تغيير في اتجاه المواسير، مجبر ثواني نجيب الوايت بورت دي. يعني بمعنى كده لو انت مثلا عندك صاج، معرفش بقى ده سبلاي ولا ريتيرت، وعندك ماسوره فاير اضطريت تمشيها كده، فانت المنطقه دي التراب ده خلاص تمام. في رواسب بتتجمع هنا سواء بقى صغيره او كبيره. انا بالنسبه لي في مشكله تبقى موجوده في الشبكه دي انا مش هقدر اصرفها، يحصل في تجميع في الرواسب في المنطقه دي. فالف بي اداك اكتر من وسيله، افضلها يعني انك تعمل طبه ومحبس. تعمل طبه ومحبس، المحبس مقاسه كام؟ 1 بوصه على ما اعتقد، 1 بوصه 25 مللي، 1 بوصه. طبعا في 3 اوبشن بس افضلهم الاوبشن الافضل هو ان انت تعمل محبس 1 بوصه، خصوصا لو انت عندك فوق السقف الصايد. دي حاجه بقى لها علاقه بالتشغيل، ملهاش علاقه بالديزاين. يعني انت لو مهندس موقع وعندك المشكله بتاعت التراب دي، وعندك التراب دي عندك في المشكله دي، وعندك تراك فورس سيلينج في المنطقه دي كده، راح المفروض تبقى موفر اكسس دور. الحاجات دي ما بتظهرش في الديزاين، المفروض توفر اكسس دور وتعرف الناس ان في ترابه في المنطقه دي هنا بتوفر محبس. سواء بقى تعمل طبه او ما تعملش طبه مش مشكلتي، بس انا مشكلتي في المحبس تمام. يعني ما تركبش طبه وتقول يعني ما تركب طبه وتلغي المحبس، لا المحبس ده اساسي عشان بس يعني لما تيجي تعمل تصريف للمنطقه دي او في المينتيننس بعد كده لما يجي يعملوا تصريف للمنطقه دي
يبقى يقدروا يصرفوها من غير ما يأثروا أو يبقعوا على السقف الصوت. دي الحتة بتاعت الـ changing of direction. بس في حاجة هتقولها يا أحمد؟ لا مفيش. هو المفروض ان السايزنج بتاعه على حسب كميه الميه الترابد في المكان دوت. انا لا ما انا اتكلمت على الحته بتاعه الاوزيل درين، ممكن تكون نص او ثلاث ارباع، وممكن ما تتعملش خالص لو كميه الميه اقل من 5 جالون تقريبا. انت بص لا ما تقماش، انا ما اتكلمتش على الاوبشنز كلها، انا قلت لك ان افضل حل اوبشن يعني اوبريشن ده اللي هيشتغل، انت تجيب محبس واحد بوصك لوب فالف هيأثر معاك في ايه؟ مش هيأثر معاك في حاجه، مش هيأثر في حاجه. لكن لما تيجي بقى لما تيجي تخير الراجل اجيب لك محبس واحد بوصه، ولا لما تيجي تصين تبقى على السقف يقول لك ركب المحبس الواحد بوصه. انا اتكلم على ان المحبس واحد بوصه عشان ما تروحش بقى تركب ريديوسر وتجيب محبس ثلاث ارباع واحد بوصه وخلاص ركبه. بس بصراحه الافضل انك تتجنب الموضوع ده، تتجنب اطلاقا الموضوع ده. مش دايما مش دايما هتعرف تتجنبها، ممكن في ضغطات التكييف اعرف اتجنبها، لان ده في التكييف مثلا الكود بيسمح لي ان انا اعدي ماسورة الحريق جوه الصاج، انما مثلا في حاجات زي الثمر الخرسانة الصائط والله اي كود اللي بيسمح، كود بتاع التكييف كود اسمك بتاع التكييف بتاعك انت حاجه زي كده، انما في حاجات مش في حاجات مش هتعرف تعمل فيها حاجه زي كاميرا خرسانة صائط. ماشي يا احمد يعني او ميزانين او سقف في ميزانين مثلا مش هتعرف تعمل حاجه. ماشي انا ما عنديش مشكله، بس انا بقول لك حاول ما يبقاش يحمل الفلور كله انت مقضيها ترابات. لا ماشي، ما على قد ما تقدر، لكن بقول لك لو يعني في حاجات كيس اتنين في الفلور بسيطه، كيس اتنين في الفلور بسيطه، لكن بالكورديشن بتتحل برضو. اللي بعده يا باشا، هل ممكن ارم اوفر عند كل رشوش؟ طيب شيل الوايت بورد، شيل الوايت بورد، شيل الوايت بورد. بس الوايت بورد هنعمل ايه؟ انا عندي شير صح سكرين كده تمام صح؟ تمام. طيب في حالة شبكة رشاشات هل ممكن استخدام استبدال؟ أنا مش فاهم يعني استخدام الأرم أوفر عند كل رشاش، أنا مش عارف يعني استبدال، بس أنا هتكلم على الأرم أوفر. الأرم أوفر أو رقبة الوزة يعني من الآخر ينفع ما نستخدمش الأرم أوفر؟ ينفع استبدلها بأي حاجة تانية؟ إيه الحاجة التانية اللي ممكن تستبدلها؟ إن أنا آخد من جنب الماسورة مثلا. خد من جنب الماسورة عادي. عموما اللي انا اخد من جنب الماسورة هو ده الارم اوفر اصلا، هو تقريبا يقصد الريتيرن بند. ينفع الغي الريتيرن بند واعمل ارم اوفر؟ ماشي هو سؤاله كده اهو، ثواني بس. ماشي ما انا عشان ما اقول لك السؤال، المفروض السؤال الصح طيب. ان انا ينفع الغي الريتيرن بند؟ ينفع. اعمل ايه بدالها؟ ارم اوفر صح كده؟ ايه الارم اوفر يا احمد؟ ان انا اخد من جنب اسمها ارم اوفر. ماشي ماشيها كده. حقول يا ريت انا اشرح وانت ايه انت ترجم. انت قول اما امسح بقى الكلام اللي كان فاهم بقى. انا بالنسبه لي الريتيرن بند دي صح؟ تمام تمام. ما ينفعش على ارم اوفر؟ ينفع. هو ده السؤال اللي انا فاهمه، لو في حاجه غير كده لا لا. انا اصلا انا عارف، هو انا عارف انا مفهوم السؤال اللي اتسال كتير قبل كده، ان هو اللي يقصده بالارم اوفر ان هو يلغي الطلعه اللي هي طالعه فوق دي، الرايزر نيبل مثلا، ده سميه رايزر نيبل او النيبل اللي طالع ده، وتاخد من جنب الماسوره. ايوه انا اشرح لك طيب عشان تبقى الامور واضحه، نتكلم ككودد ونتكلم كالدنيا بتبقى ماشيه ازاي، وهل ده ضد الكود ولا لا. الارم اوفر اللي بيتركب مع البند سبرينكلر الكود لما طلبه، او ريتيرن بند الكود لما طلبه، طلبه مع الكي فاكتور اللي هي اقل من 11.2، انك بتسحب من مصدر ماء مفتوح، ففي فرصه ان تتكون شوائب داخل راس الرشاش في وضع عدم التشغيل. تمام. لو احنا جينا شابتر 16 تمام. شير سكرين تاني عشان الوايت بورد بتلغي شير سكرين. حاضر.
depend shall be used where dependent sprinkler are supplied from water sources mild pond or open top reservoir. ده الحاله الوحيده اللي موجوده في الكود ان انا ملزم ان انا اركب ريتيرن بند او الارم اوفر ده عشان خاطر ما تكونش رواسب داخل السبرينكلر هيد. لكن احنا بنعمله ليه؟ بنعمله عشان نعمل ادجستمنت للسبرينكلر في الاكيوريت لوكيشن بتاعه. يعني لو انت عايز تنزل رشاش بندنت في سقف ساقط في اللوكيشن بتاعه المظبوط، هتحتاج تعمل الريتيرن بند ده او الارم اوفر عشان تقدر تثبته في المكان بتاعه الموجود. طيب هل الكلام ده موجود في الكود؟ الحالتين دول موجودين في الكود، ان انا الحاله الواضحه قوي قدام الناس ان انا اسحب من مصدر ميه مفتوح فيبقى عندي شوائب، فبالتالي بعمل الريتيرن بند او الارم اوفر عشان امنع الميه ان هي تخش جوه الرشاش وهي فيها شوائب. الحاجة التانية موجودة في الهاند بوك بتاع NFV 13 بيقول لك في بعض الأحيان بيتم استخدامه بهدف الأدجستمنت، إنك تظبط مكان الرشاش في اللوكيشن بتاعه. ده فعلا إحنا بنعمله. ممكن سيكشن كام هنا؟ عشرة تلاتة حضور. أحمد بعد ما شرح الليله كلها بالريترن بند بالخط الازرق ده، قال لك اهو الريترن بند يوز فور بند سبرينكلر بوزيشننج. الصوره دي احنا بنركبه حتى وانا بسحب من مصدر ميه عادي اللي هو الووتر سورس اللي هو الخزان بتاعي العادي اللي ما فيش شوائب فيه، بس عشان خاطر الادجستمنت ان اقدر احطه في المكان بتاعه المظبوط. ده بالنسبه للريترن بند. طيب هل بقى ممكن الملخص المفيد بقى بدل ما انت واخد من سقف الماسوره كده اخد من جنب الماسوره؟ ثواني بس، هو ده سؤال الراجل. طيب السؤال ده موجود فين؟ موجود في شابتر 3 في التعريف بتاع كلمه برانش. يعني ايه برانش لاين؟ برانش لاين بيقول لك ماسوره تاخدها من فوق او من الجنب من الكروس مين. اذا كان هو سامح لي بالبرانش ان انا اخده من الجنب الكروس مين، ليه ما اخدش الرشاش؟ The piping supply sprinkler either directly or through spring return bend or arm over. معلش اهو directly branch line بتغزل الرشاش يا اما directly through springs اللي هي الفلكسبل الحاجات دي كلها or drop تاخده من تحت return bend او الارم اوفر. طيب الكروس مين، عارف الكروس مين؟ بتعرف الرشاش. طيب لاينز برانش لاينز ايزر دايركت او ثرو ايزر نيبل. يعني انا مثلا بتعمل ايزر نيبل او ما اعملش مش حاجه بالنسبه لي. طيب عايز اوضح حاجه يا احمد معلش في الموضوع ده. اف بي ايه معلش يا جماعه، اف بي ايه ده مش هو الداتا بتاعتنا اللي هو كل ما يختار لي السؤال في بالي وهو هتلاقي له اجابه موجوده جوايا. هو ان اف بي ايه او الريجليشنز اللي موجوده داخل الحاجات بتاعه الستاندردز كلها بتاعه الفاير هدفها حاجتين. هدفها ان انت تعمل انستليشن للسيستم كويس فساعد لما يشتغل يؤدي الغرض بتاعه مظبوط، والهدف الثاني انك تحقق اللايف تايم بتاع السيستم فتلاقي ريكويرمنت ليه علاقه بالانستليشن المظبوط ومن ضمنها الحسابات والتوزيع والكلام ده كله والبايب سايزنج. ده كل ده ريكويرمنت خاصه بالانستليشن عشان لما اشتغل اقدر اكونترول على الفاير او اقدر اسبريس او اقدر اعمل اللي انا عايز اعمله فيها. و requirement ليها علاقه بقى بالدرين وليها علاقه بالفينتنج والفلاشنج والليله دي كلها عشان خاطر احافظ على اللايف تايم بتاع الشبكه بتاعتي اللي انا ركبتها في الاول كويس. فبالتالي مساله ان انت ماشي بالماسوره من الحته الفلانيه للحته الفلانيه، والله ما دام الكود ما تعرضلهاش ما تشغلش بالك بيها، ايه المشكله؟ اخده من جنب ولا اخد من فوق؟ ايه المشكله بالنسبه لك؟ انت شايف ان انت هتسبب مشكله في الشبكه بتاعتك لو خدت الرشاش من الجنب؟
طب لو انت اخدت الرشاش من تحت، يعني مثلا ليه ما بناخدش البرانشات من تحت من الداون؟ لان انت لو خدت السبرينكلر الرشاش بتاعك من الكروس مين، على فكره ما فيهاش مشكله، بس انت دلوقتي اصبحت ملزم انك تعمل درين بوينت لكل برانش. الكود ما قالكش صح او غلط اللي انت بتعمله، بس الكود قال لك جنرال ريكويرمنت كده ان انا محتاج درين بوينت للسيستم بتاعي. واضحه يا احمد الفكره دي؟ عشان بس الاسئله بتتكرر كتير اللي لها علاقه بالانستليشن وهي ما فيهاش اي مشكله خالص انك تعملها، ومش هتلاقي اجابه في الكود لان الكود خلاص هو ما تطرقش للمواضيع اللي احنا بنقعد نرغي فيها كتير دي. لو عندي شبكه رشاشات في بدروم كلها ابرايت، هل ممكن اعمل السنتر باين؟ انا رديت عليها دي ان انا ممكن اعمل الكونكشن من الجنب عادي من غير ما اعمل رايزر نت. مدى توضع وسط الساميز الفور واي في النظام؟ مبدئيا الفور واي مفيش منها يو ال للاسف، ف مش عارف هل موجود في مصر ولا لا، ما اعتقدش، مفيش كتالوج تطرقت ليه ان الفور واي موجود منها يو ال. وان اف بي اي الفاير ديبارتمنت كونكشن ده بالنسبه لي كريتيكال كومبوننت في الشبكه، فلازم يبقى ليستد، فليستد بالنسبه لان اف بي اي ان هو يكون يو ال، ليستد بالنسبه لاف ام ان هو يكون اف ام. طب خلينا نعدل السؤال، خلينا نعدل السؤال يا شريف. امتى اركب اثنين سياميز بحيث ان هم يدوني الاربع مخارج؟ لا، هو امتى تركب سياميز كونكشن الاول، وبناء عليها تقدر تحدد انت محتاج كام واحده، كام سياميز كونكشن. السياميز كونكشن بالنسبه لان اف بي 14 هي تقدر تقول عليها سكندري ووتر سورس او مين ووتر سورس، فهو مصدر امداد بالميه. فتحديدك لعدد الزون، العدد السياميز كونكشن بناء على انت محتاج تغذي منها كام جالون بير مينت للستاند بايب سيستم اللي موجود عندك. يعني السياميز كونكشن دي لما بركبها مع الكلاس 1 سبرينكلر، الكلاس 1 ستاند بايب سيستم، فبتكون الهدف منها ان هي تكون يا اما مصدر امداد اساسي لو هو دراي، يا اما مصدر امداد بديل او ثانوي لو هو اوتوماتيك ويت ستاند بايب سيستم. في الحاله دي هي بتديني كميه الميه اللي الستاند بايب محتاجها ككل لو المبنى فيه كلاس 1 ستاند بايب سيستم. انا ما اقولش ان المبنى فيه سبرينكلر، كلاس 1 ما دام كلاس 1 ظهر هو بالنسبه لي مور كريتيكال. فبالتالي لو انت مثلا محتاج 500 جالون بير مينت، عندك كرايزر واحد ومحتاج 500 جالون بير مينت، السيميز كونكشن الواحده بتدخل 500 جالون بير مينت، يعني بتدخل تو واي او العينين بتوعها بيدخلوا 250 250، ف 500 جالون بير مينت. محتاج 750 مش هتلاقي 3 واي واخده يو ال، فهتجيب اثنين تو واي 250 و500، يعني تدخل تقدر تدخل 1000 للسيستم، بس ما قللتش عن ال 750 اللي انت محتاجها، كذلك لو كان عندك 1000. فده بالنسبه للحته بتاعت الستاند بايب سيستم، النمبر اوف سي ام اس كونكشن او الفاير ديبارتمنت كونكشن بتعتمد على وظيفتها ايه في المشروع. هل المبنى بتاعي في كلاس 1 فبالتالي هي تعتبر مصدر امداد اساسي او مصدر امداد احتياطي على حسب طبيعه الستاند بايب، والتعريف ده موجود في ان اف بي اي 14 في شابتر 3. التعريفات دي بالنسبه لي مفتاح فهم للكود ككل. في اسئله كتير جدا بتبقى تايهه والتعريف هو اللي بيحلها لي. طيب المبنى بتاعي بقى فيه كلاس 2، الكلاس 2 ما بتحتاجش سيميز كونكشن. طب المبنى بتاعي فيه كلاس 2 مع سبرينكلر سيستم، فالفاير ديبارتمنت كونكشن او السيميز كونكشن مع السبرينكلر سيستم مصدر امداد بالميه مساعد وليس اساسي، مساعد. فبالتالي لو عندك سبرينكلر والترومبه بتاعتك 1000 جالون بير مينت، تجيب وصله دفاع مدني واحده عادي، انا مش محتاج منها ان هي تديني نفس كميه الميه اللي السبرينكلر سيستم محتاجها. باختصار الفاير ديبارتمنت كونكشن ممكن بنسبه كبيره قوي ممكن ما يكونش لها علاقه بالفاير بامب اللي موجود عندك، لان انت ممكن يبقى عندك كلاس 1 موجود في المبنى مش مربوط على الفاير بامب، وعندك سبرينكلر سيستم موجود في نفس المبنى مربوط على الفاير بامب، والكباسيتي بتاعت الفاير بامب 500 والستاند باي بتاعك كان محتاج 1000. هتعمل ايه؟ هتجيبه تو واي سيميز كونكشن ولا هتجيب فور واي ولا هتجيب اثنين تو واي؟ هتروح تجيب اثنين تو واي. فهي بناء على الوظيفه بتاعتها، الوظيفه بتاعتها موجوده في شابتر 3 في التعريفات. فعايز تجيب فور واي، انا بص يا جماعه، انا مش لما بشتغل او لما بقول الحاجه مش بروح هي الفور واي موجود منها تقريبا ال بي سي بي لو معتمده من الدفاع المدني نركبها، لو انت الترومبه بتاعتك 1000 جالون بير مينت وهي هتغذي بيها ستاند بايب سيستم، روح جيب فور واي سي ام اس كونكشن. بس مش الافضل بصراحه، يعني الفور واي مش الافضل يعني.
ان انا احط اكتر من سيرفيس كونكشن في اكتر من لوكيشن، ابعد عربيات الدفاع المدني عن بعضها عشان خاطر عمليه المناوره. ده يعتبر ده الحل الامثل، ما ازنقهمش كلهم في منطقه واحده وبضخ الحمل بتاع الفاير كله من ماسوره واحده. لو حصل مشكله في الماسوره دي انا السيستم بتاعي كله بقى اوت اوف سيرفيس. طيب السؤال اللي بعد كده، لو انا عندي غرفه مضخات في المبنى ولو حاطط التحكم في نفس الغرفه، اعتقد ايه النظام الافضل للغرفه؟ طيب انا بالنسبه لي بتعامل مع الكنترول بانل اللي هي الليستد، برضو مش بتعامل على الحاجات اللي هي اللوكال. الكنترول بانل الليستد الستاندر اي بي بتاعها 31. 31 يعني ايه؟ الاي بي ريتنج او الاندكس بروتكشن اللي هو معامل الحمايه بتاعها، رقم واحد اللي هو الدست، ورقم ثلاثة اللي هي المية. هي مقاومة للدست وللمية. في كنترول بانل بتوصل الاي بي ريتنج بتاع ال 54، فانا مش خايف اصلا من الكنترول بانل خالص، ما فيش ضرر. حتى الفاير بامب كمان الاي بي ريتنج بتاعي يبقى عالي، فمش خايف اطلاقا من الفاير بامب ان هي تتعرض للمية بتاعتي. فبتطفى بسبرينكلر سيستم عادي خالص. لو انا عندي ديزل بامب بعملها كانها اكسترا هازارد جروب 1، ولو انا عندي الكتريكال بامب او تو الكتريكال بامب جوه الغرفه بيتعاملوا كانهم اوردينري هازارد تقريبا جروب 1 طبقا لان اف بي 20 في الجزء بتاع البروتكشن. هل يعتمد تركيب مضخه حريق واحده وشوكي فقط ام يشترط تركيب مضختان وشوكي؟ احنا مش في امريكا مبدئيا خالص، فيعني احنا في الشرق الاوسط مفيش شبكه ميه عموميه، مفيش شبكه ميه عمومية، او مفيش شبكات حريق موجودة عندنا في الشوارع اقدر اعتمد عليها كمصدر امداد لانظمة الحريق عندي. طيب ليه بقول الكلام ده؟ NFPA 13 اشترطت ان السبرينكلر او الووتر سورس بالنسبة لي يكون ريليابل. ريليابل التعريف بتاعها في القاموس بتاع مريم وبيستر، ده اللي هو القاموس اللي ان اف بي بتعتمد عليه في شرحها او في طريقه كتابتها للكود. كلمه ريليابل يعني حاجه يتم الاعتماد عليها ومتوفره باستمرار. فانا بالنسبه لي لو انا دلوقتي جينا اشتغلت ترومبه حريق واحده وجوكي وحصل حريقه، وترومبه الحريق الواحده دي مش شغاله، هل انت عندك دلوقتي سيستم يا عم احمد؟ انت مش سامعني؟ سامعك بقول لك لا ما عنديش سيستم. طيب فبالتالي انا غصب عني بروح اجيب ترمبتين حريق. ترمبه جوكي دي اساسيه طبعا لان هي تعتبر بريشر مينتيننس بامب، هي اللي بتحافظ لي على اللايف تايم بتاعت الفاير بامب بتاعتي. والسايزنج بتاعها ممكن نتكلم فيه براحتنا عادي برضه، لانه في نقاشات كتير في السايزنج ممكن نتكلم فيها براحتنا عادي. لكن الحته كلها بتكلم دلوقتي عندك مصدر تقدر تضمن ان ترومبه الحريق اللي عندك في المبنى دي ساعه ما يجي لها حريقه تكون شغاله 100%؟ ما اضمنهاش، ممكن تطلع في ساعه الصيانه. انا قلت لك في الاول ان الحريقه بالنسبه لي بتحصل في ثانيه ومن اسفل الاسباب، فممكن تبقى في انت بتعمل صيانه او بتعمل عمره في الترومبه بتاعتك، او انت اصلا مش بتعمل الصيانه الدوريه للترومبه بتاعتك، فساعه ما تحتاجها ساعه الجد ما تلاقيهاش شغاله. فدلوقتي السيستم بتاعك طلع، فعشان كده احنا بيكون عندي ديوتي فاير بامب او برايمري فاير بامب وعندي ستاند باي فاير بامب. في الطبيعي بنخلي الديوتي او البرايمري فاير بامب هي الالكتريكال فاير بامب، والستاند باي هي الديزل فاير بامب، الا اذا كان عندك امرجنسي سورس بقى فبتربط الاثنين على بتجيب ترمبتين كهرباء وتربط الاثنين على حمل الجنريتور اللي موجود عندك. ما عندكش امرجنسي سورس تبقى ترمبه كهرباء وبتربطها على حمل الجنريتور غير النورمال سورس. انا برضه عايز اوضح النقطه دي يا احمد. ترومبه الفاير الالكتريكال هي بالنسبه لي باقب للديزل، والديزل باقب للالكتريكال. مش معنى انا ركبت الالكتريكال يبقى الطبيعي ان الالكتريكال او لازم الالكتريكال هي اللي تقوم ساعه الحريقه في البدايه. بالعكس ممكن بالعكس خالص ساعة الحريق ممكن ساعة الحريق ممكن الكهرباء هي اللي ساعة الحريق ممكن أول حاجة تحصل إن الكهرباء تقطع ما يبقاش قدامك غير الديزل، هتبقى هي الأساس ده. عقبال ما يجي الباك اب ويشغل لك الكهرباء الثانيه هتبقى هتديزل فعلا هي اللي هتقوم في الاول. لا انا عايز اوصله لك يا احمد ان مساله ان ترومبه الكهرباء تتربط بس على النورمال سورس، انا يا جماعه انا بشرح الحته بتاعت الريليابيليتي، ممكن تتفق معايا تختلف براحتك، بس انا بشرح لك كلمه ريليابل ووتر سورس وبشرحها لك بالبلدي. ريليابل ووتر سورس دي اللي على اساسها بنجيب تو فاير بامب
ولو انا عندي منهم ترومبه كهرباء بضطر اربطها على النورمال لو اكيد متوفر عندي، ولو انا عندي امرجنسي بوصل عليه. طب لو ما عنديش امرجنسي بحاول اخد لاين للترومبه الكهرباء بعيد عن اللاين الاساسي اللي داخل المبنى، بحيث لو فصلت الكهرباء عن المبنى ما افصلش الكهرباء عن الالكتريكال فاير بامب اللي موجود عندي. طيب لو الالكتريكال فاير بامب بتاعتي ما اشتغلتش، فانا عندي الباك اب بتاعي هو الديزل هو اللي يشتغل. تمام، ده الحته بتاعت الريليابل اللي بحققها جوه البامب روم. طيب نفس الحوار لما الخزان بتاع التو كومبارتمنت، ان اف في ما اتكلمتش على الحته بتاعت التو كومبارتمنت غير في الفيرتوال بيلدينج. فانا بجيب لي التو كومبارتمنت، التو كومبارتمنت عشان احقق بيهم الريليابيلتي بتاعت الووتر سورس برضه. ليه؟ لان انت ممكن الخزان في وقت من الاوقات تكون بتعمله صيانه لو هو غرفه واحده، ففي الحاله دي انت لو بتفضيه السيستم بتاعك كله ووتر اوت اوف سيرفيس، عندك ترومبتين اه تمام وبرنس وجايبهم ارمسترونج و100 فل و10، بس الخزان بتاعك وان كومبارتمنت، الخزان بتاعك فضيته عشان تعمل صيانه، الخزان بتاعك كنت رابط عليه حمل تاني غير الحريق فضي، فين الريليابيلتي اللي انت حققتها في الحته بتاعت الووتر سورس؟ ده بالنسبه لنا شرح الكلمه بتاعت الريليابيلتي. طيب هل الاكواد بتاعتنا كده؟ انا مش هتكلم ك ان اف بي، ان اف بي اي بيبقى دايما اوريك بس الصوره اللي موجوده في الان اف بي اي الهاند بوك، الصوره اللي في الاول ثواني، وارجع لك لان اف بي 13 الحته بتاعت الريليابل ووتر سورس، وارجع لك للفاير بروتكشن هاند بوك الجزئيه بتاعت الريليابل ووتر سورس عشان اقول لك ان الريليابل سورس دي مش كلمه جديده مش انا اللي مخترعها. بس نرجع ل كنت هفتح ايه نسيت، هاند بوك 20 اه نفتح الهاند بوك. مش موجودة الصورة فيه ولا موجودة؟ لا كده الصورة دي عدت. أول في الكفر بيج. لا يبقى ثواني بس يا احمد، انا هاخدها اصلا كات شيت. يا عم مضطر بقى احنا نفتح دي، معلش انا اسف. الصورة دي بصراحة مش عارف موجودة فين بالظبط، يعني مش موجودة يا اما في ان اف بي اي 20 يا اما في 2016 تقريبا، في ان اف بي اي 20 2016. بعد ما حط لك الصورة دي قايل لك ايه؟ ان يونايتد ستيتس اند كندا municipal water system often are robust with distribution piping sized large enough to provide adequate water supply to satisfy the demand for many water based fire protection system without the need for fire pump and water storage tank. وتحت الصوره دي قايل لك ان البابليك ووتر مين بتغذي السبرينكلر سيستم وعندك فاير بامب والسكشن تانك. فلو هو عنده مشكله في البابليك ووتر مين هيقدر يستغل الفاير بامب اللي موجوده عنده والسكشن تانك اللي موجوده. لو عنده مشكله ممكن الطبيعي ان دي شغاله طول الوقت، والطبيعي ان دي مكفيه الاحمال اللي هي متحمله عليها.
لكن لو حصل مشكله في البريشر دروب، حصل مشكله في كميات الماء اللي جايه منها، تقدر تستخدم البامب اللي موجوده عندك فهو محقق بالشكل ده الريليابيلتي اللي موجوده في السيستم. لو رحت للفاير معلش بلف كتير بس عشان تبقى الكلام بتاعي ايه موثق ما يبقاش فيه لغط. موجود شابتر 5 في الووتر سبلاي. قايل لك شابتر 5 في الووتر سبلاي. Every automatic sprinkler system should have at least one automatic water supply. One automatic water supply المقصود بيها fire pump, pressure tank, gravity tank، دي كلها automatic water supply. أقل واحد منهم بالإضافة إن أنا بعمل connection للwater work system وconnection reliable worker system shall be acceptable the water supply source بالإضافة للautomatic source اللي موجود عندك في الأول. فانا ده مش موجود عندي، فده اللي بيجبرني ان اعمل خزان تو كومبارتمنت واروح اعمل الترومبه بتاعتي اجيب ترومبتين. بس بصراحه يعني الامارات كذلك لو فتحنا، لو الناس حابه تفتح الكود بتاع الامارات بيلزمك بالترومبتين. الكود المصري بيلزمني بالترومبتين مفيش مشكله، بيقول لك مضخات الحريق وتقارير الحمايه المدنيه اللي بتطلع كلها من الاداره العامه للحمايه المدنيه او اي فافرع من افرع الاداره العامه للحمايه المدنيه، بيلزمك بان انت تعمل ترومبا برايمري وترومبا ستاند باي. كل ده لان الناس كلها فاهمه الحته بتاعت الريلابيلتي ووتر سورس. الحاجه بس اللي عايز اقولها بالنقاش مع الدفاع المدني، ان انت ممكن تعمل ترومبه حريق واحده وترومبا جوكي وكمان تجيبها لوكال اسمبلي، مش لازم تكون ليستد لو المكان اللي انت بتحميه فعلا مش فاليو. يعني انت بتحمي مكان صغير، سيستم اللي راكب فيه تكلفته كلها قليله قوي، لو انت قارنتها بسعر الترومبات والخزانات والكلام ده كله يبقى الموضوع مكلف جدا 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 على الشخص. فالدفاع المدني او الاداره العامه للحمايه المدنيه، يعني على فكره في السعوديه الكلام ده برضو موجود وفي الامارات، انك لما بتتناقش معاهم وتوضح لهم حقيقه الامر او طبيعه الامر بيبقى هو بالنسبه له ليه وجهه نظر ممكن يتفق معاك فيها او ممكن يكون ليه وجهه نظر مخالفه ليك يوضح لك امور انت مش شايفها. ففي معظم الكلام لما بنتناقش معاهم طول ما هو حاسس ان المبنى صغير وان هو مش محتاج تو فاير بامب، حتى كمان لو حصل ان انت ركبت فاير بامب واحده والفاير بامب دي كمان حصل لها فيلير، ما دام هو شايف ان هو هيقدر يوصل في وقت قليل او وقت زمن قليل بيوافق معاك انك تعمل وان فاير بامب بدون اي اشكاليه. بس ده الكلام اللي بتكلم فيه في الكود. لكن في حاجات تانية معلش برضه يا احمد، معلش الحته بتاعت الايكوفيلنسي اللي موجوده في شابتر في ان اف بي 20 وموجوده في ان اف بي 13، كلمه ايكوفيلنسي اللي هي موجوده في شابتر 1. الايكوفيلنسي بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان مفيش حاجه في الاستاندرد ده انت مجبر بيها ما دام في حل بديل متوافق عليه من الاثوريتي هافنج جورسديكشن. بالنسبه لنا الاثوريتي هافنج جورسديكشن، معلش ما تقولش الكلاينت، ما تقولش الاستشاري، بالنسبه لي الاثوريتي هافنج جورسديكشن اللي احنا عارفينها كلها هي الدفاع المدني، الناس فعلا اللي ليها سلطه في الموضوع. يعني الكلاينت اي كلاينت تتعامل معاه هو مش اثوريتي هافنج جورسديكشن، حتى ليه شويه ريكويرمنت، ليه شويه ريكويرمنت، لكن ما يقدرش يقول لك الغي سيستم، مش من حقه اطلاقا. ما يقدرش يقول لك ركب السيستم ده وما تركبش السيستم ده، او ممكن تركب السيستم اللي هو عايزه، تركب السيستم اللي هو عايزه لو هو هيأدي نفس الوظيفه بتاعت السيستم اللي هو عايز يلغيه، لكن ما يقولكش لا انا مش هعمل، انا مش هسوي. طب خد ترخيص بقى بمعرفتك، شوف هتمشي امانتك ازاي. تمام. فلو جينا بس الحته بتاعت الايكوفيلنس بس، لان انت عشان كده بقول لك ممكن تجيب لوكال فاير بامب ما دام الدفاع المدني موافق عليها وشايفها ان هي كويسه، ممكن تعمل وان فاير بامب واحده ما دام الدفاع المدني شايف ان هو ممكن يقدر يوصل في وقت قليل، وان مش كل الريكويرمنت اللي موجوده في ان اف بي اي ملزمه بالنسبه لك ما دام في حل بديل. Signal this standard is intended to prevent the use of system methods or devices of equivalent or superior quality strength fire. المهم يعني satisfy over discovery standard. Technical documentation will be submitted to the authority having jurisdiction to administrate the equivalence. مفيش حاجه تقدر تمنعك انك تشوف حل بديل، انك ما تلتزمش بكل الريكويرمنت اللي موجوده في الكود ما دام انت حققها
بحل تاني، بس بشرط ان التكنيكال دوكيومنتيشن الحاجات اللي تثبت وجهه نظرك يتوافق عليها من الاثوريتي هافينج جورسديكشن اللي هي بالنسبه لنا الحمايه المدنيه. ملخص الكلام، فاير بامب واحده بس في حال اذا كان المبنى بالنسبه لي ملوش قيمه كبيره قوي. في تقارير كتير على فكره لو انت عايز تفتح اضرار ان انا استخدم فاير بامب على المبنى والخساره اللي ممكن تحصل لي لو البترمه ما اشتغلتش، بس بلاش نخوض في التفاصيل دي كلها. NFPA على FM بيطلب ان الترومبه او الووتر سورس يكون ريليبل. كلمه ريليبل برضو متحققه في الجزء بتاع FM وبيتكلم على الووتر سبلاي. الكلمه دي كلمه كبيره يعني، فمعظم الناس فاهمها يعني. طولت عليك في الجزئيه دي يا احمد، معلش انا اسف. في الخطوره العاديه تقريبا احنا قربنا نخلص. في الخطوره العاديه المسافه بين الرشاشات 4.6 متر طبقا للكود، وكذلك الرشاش يغطي. هو اللي سأل السؤال ده انا نفسي اعرفه. انا عارف. ماشي. وكذلك الرشاش يغطي 12.1 متر مربع، هل يجب تحقيق الشرطان معا ام نكتفي بتحقيق احدهما فقط؟ لا طبعا، انت بتحقق شروط كتيره في توزيع الرشاش، مش المسافه 4.6 ولا الكفرج اريا بس. انت المسافات ما بين الرشاشات بتحققها ما بتعديش الليميتيشن بتاعت الماكسيمم كفرج اريا بير سبرينكلر، ما بتعديش المسافات ما بين الرشاشات والحيطان، ولا ما بين الرشاشات وبعضها. بمعنى لو انت بتتكلم على ان مثلا المبنى بتاعك لايت هازارد، المثال ده اوردينري هازارد 4.6 اوردينري هازارد، اوردينري هازارد واشتغلت عايز تشتغل تلتزم بالسبيسنج بس ما بين الرشاشات وبعضها. لو انت التزمت بالسبيسنج بس ما بين الرشاشات وبعضها اهو، وليكن عندك رشاش هنا ورشاش هنا كده وهنا وهنا مثلا، وعايز تشتغل كده 4 متر 60، وعايز تشتغل كده المسافات 4 متر 60. طيب انت كده ما عدتش الماكسيمم سبيسنج اللي موجوده في الكود. ان 4 متر 60، 4 متر 60 ما دي الاريا كفرج بير سبرينكلر اللي موجوده في الكود، اس في ال اللي موجوده في شابتر 21 و16، انت عديت الماكسيمم كفرج بير سبرينكلر. فبالتالي انت كده مش شغال صح. لكن انا بالنسبه لي ما زدتش عن ال 4 متر 60 وما زدتش عن ال 12 و10. لو عايز تشتغل على 4 متر 60 12 و10 على 4 متر 60 هتبقى المسافات ما بين الرشاشات 4 متر 60 على نفس البرانش و2.6 البرانشات وبعضها عشان تحقق الكفرج، تحقق المسافه الثانيه. بتوه عشان ارجع للكود المكان اللي كنت فيه. في ناس في الحته دي بتقول يا شريف، الحته بتاعت الاوردينري بالذات، ان انت لو رسمت دايره دايره مساحتها 12 متر ودايره مساحتها 12 متر واخدت المسافه من سنتر الدايره لسنتر الدايره ال 4.6 متر اللي هم المسافات ما بين دايره مساحتها كام؟ معلش يا احمد انا اسف، دايره مساحتها كام؟ 12 و12 اللي هو القطر هيكون 3 تقريبا. ماشي تمام. هتلاقي المسافه، هتلاقي في مسافه بين الدايرتين مش متغطيه، فبيقول لك ازاي الكود يقول لي المسافات 4.6 في الاوردينري والمساحات 12 ويكون في مسافه ما بين الاريا بتاعت كل رشاش مش متغطيه. يا عم يبقى في، يا عم يا ابني ما المسافه، المساحه مش دايره. تمام. عصبتني. ثواني اوريك حاجه، لا اوريك حاجه ثانيه، اوريك حاجه، اوريك حاجه. المساحه مش دايره، المساحه اس في ال، المساحه مستطيل. بعد ما نخلص بقول لك مين سال السؤال ده. المساحه مستطيل، المساحه مستطيل يا جدعان عشان ابقى ضامن الاوفر لابنج. انت لو اشتغلت دايره مستحيل يحصل اوفر لابنج اصلا، مش هيحصل. طب عايز بس حاجه عايز اقولها، ثواني، انه اصلا الكفرج اريا او الدايره الباترن ده بيتغير بقيمه الضغط اللي داخله عند الرشاش، مش حاجه ثابته. وان الارقام اللي موجوده في الكود دي اصغر حاجه يعني بالنسبه اهي. بص يا احمد، ده شكل الرشاش النورمال العادي خالص اللي في النص دي. اعمل الشير سكرين. طيب شير سكرين. والله اوكي. بص يا احمد، الكلام ده موجود في الفاير بروتكشن اند بوك اللي ما حدش بيفتحه، ماشي، وبياخد سي بي اس عادي كده وهو اصلا ما فتحوش.
حفظ اسئله وداخل امتحان. المهم ده شكل الباترن، شكل الباترن مع اختلاف الضغوط، يعني مره 7 بقت صغير شكل الدايره عامله ازاي، لما وصلنا ل 4.8 بار شكل الدايره بقت عامله ازاي، لما وصلنا ل 175 اللي هو اقصى ضغط تشغيل وركينج بريشر عشان نحقق الباترن شكل الباترن بقت عامله ازاي. بنحاول ما نقربش من 175 بقت صغير عشان ابقى ضامن دايما ان المربع الصغير ده موجود تحت الكفرج السبرينج. وده كان سؤال واحد بيتكلم تركيب البي ار في، انا في الجزء الثاني بس من ضمن الاسباب تركيب البريشر لوسنج فالف في الشبكات ان انا احافظ على ان الوركينج بريشر بتاعت السبرينكلر ما تعديش عن ال 175 بي اس اي عشان ابقى ضامن دايما ان الكفرج بتاعته اللي هي الاس في ال داخل الدايره. السؤال الاخير المسافه من انا اعتقد انا قلت ده في الاول. اف ام ليها ريسيرشز لاب وليها ديزاين كرايتيريا هدفها ان هي تدي مور ريستريكتد ريكويرمنت بحيث الناس اللي بتامن معاها. على فكره برضو اف ام اف ام بتخش يا جدعان بتخش المشاريع بالشراكه من ضمن نوعيات شغلها، يعني ان هو مثلا عايز تعمل مصنع وليكن مصنع ادويه في اثيوبيا مثلا، تمام بلاش اثيوبيا عشان الناس تقولش وبلاش اقول اي دوله ثانيه، عايز تعمل مصنع في مصر ماشي ومعكش فلوس، او اكتشفت ان انت عشان تركب سيستم الحريق، مش الحريق بس في حاجات ثانيه كتير لها علاقه باللايف سيفتي، عشان تركبها هتزود الفلوس بتاعتك وهترجع تامن. فاف ام بتعرض عليك الشراكه اللي هو خش اعمل لك يا عم ديزاين واعمل لك بيلت للشبكه واخد حق انتفاع، فعشان هي ما تلبسش في قيمه التامين بعد كده فبتضطر تعمل حاجات مور ريستريكتد في الشغل بتاعها. فهي بالنسبه لي ليها ديزاين ريجوليشنز كامله خاصه بشغلها، فبالتالي لازم الكومبوننت اللي انت هتركبها مع اف ام، او انت لو استخدمت الاف ام داتا شيت كلهم لازم الكومبوننت بتاعتك تبقى واخده اف ام، ما تبقاش واخده يو ال بس، لازم تبقى واخده اف ام. لكن لو انت هتعمل الديزاين بتاعك طبقا لان اف بي اي يكفيك اليو ال، تمام؟ لكن ليه بقى؟ لان هو لما بيقول لك رشاش واخد اف ام، انا برضه عايز اوريك كتالوج بتاع سبرينكلر هيد، لان دي اكتر حاجه بيكون فيها يعني جدال نوعا ما خصوصا في المخازن، لان حتى ديزاين كريتيريا للمخازن في اف ام مختلفه شويه عن ديزاين كريتيريا للمخازن في ال اف بي اي شويتين ثلاثه، خصوصا في الكي فاكتور 8، خصوصا في الحته بتاعت الكاب. بيقول لك اف ام ابروفر اف بي ايه بتاعتها الجزء بتاع ديزاين كريتيريا، بس انا عايز اجيب كتالوج تاني اوضح. يبقى فاكر لك فيها هو اعتمد على ايه في ان اف بي بالظبط. ثواني حتى احنا شفناها في الايكوبنس كلاسيفيكيشن هازارد كلاسيفيكيشن اف ام وغير ان اف بي في تقسيماته، كذلك في السبيسنج. انا بفتح كده ده لا حبيبك ده يا احمد انا قفلته ده لهوي في حاجات طلعت كتير قوي. اليو ال واليو ال كنديان هتلاقيه بيستخدم ان اف بي 13 عشان ياخد الابروفال بتاعتهم، ليستنج ريكويرمنت هتلاقيه بياخد ان اف بي 13، والاف ام ابروفال بيرفير للداتا شيت اللي هو اشتغل عليه. ما اعرفش فين ولا اف ام ابروفال ريكويرمنت ده غير ده في رشاشات موجوده في اف ام مش موجوده في التيبل بتاعت المخازن في ان اف بي، فده غير ده. يعني عايز تشتغل اف ام خدها من البدايه للنهايه بلاش تقطع فيها كده. يا احمد اعتقد الاسئله كلها خلصت اللي في الاول، ما اعرفش بقى. اوك
كده خلصت. الاسئله اللي احنا قلناها في البدايه اللي قدرت افهمها، اللي قدرت اعرف ايه المطلوب فيها بسهوله، في اسئله تانية ما كانتش واضحه فبعتذر للناس. الجزء الثاني اللي هي معظم الاسئله اللي ليها علاقه بالبايب سايزنج، بايب سكيدول ميثود، هيدروليك كالكوليشن ميثود، لو انا عندي ستاند بايب سيستم ادخله ازاي، لو انا عندي فاير هيدرنت ادخله ازاي، ده هنتكلم عليه في الجزء الثاني بتاع الفيديو احمد ان شاء الله. في حاجه عندك انت عايز تضيفها؟ لا شكرا يا باشا. شكرا. ماشي ازاي؟ اشوفك على خير بقى المره الجايه، واسفين يعني لو اخطانا في حاجه، والناس تسامحنا، كلنا بنتعلم. ومساله ان احمد اختارني، والله العظيم مساله ان احمد اختارني ان انا اعمل حاجه زي كده، هو بصراحه هو شرف ليا بصراحه يعني. هو قال لك ليك معزه عندي يا احمد رهيبه والله، يعني انا بقلق منك ما تعملش مع احمد جد تاني. لسه الدسكشن اللي كنت بقول لك عليها. طيب اوكي هخليه واقف. ها يا ريت والله. ماشي يا حبيبي، ماشي، تصبح على خير. السلام عليكم. سلام ورحمه الله.